حصاد الليلة من الشرقية نيوز، نحييكم ونتولى على تقديمه أنا سعيد شبيب وزميلتي شيرين درويش. أهلا بكم مشاهدينا إلى الحصاد، نبدأه بأبرز وأهم العناوين. صراع محموم للحصول على مناصب في حكومة العراق الجديدة، وزارات تصبح لدى كتل وتمسي عند أخرى، والحسم داخل قبة البرلمان الأربعاء. كابينة عبد المهدي الوزارية تصطدم بجبهة برلمانية عريضة، نواب من كتل مختلفة يصرون على التصويت السري بعد منعهم من تسنم مناصب حكومية. أنا سمعت البعض يصارع ويسوي أزمات وصراعات تصير وطعون بين من أجل مناصب هنا وهناك، وشفته بالمحافظات والجهات أيضا أخرى، بس الحمد لله منصب الأعلى التنفيذي في الدولة ما صار آثرنا به. العبادي ينتقد صراع الأحزاب على المناصب ويدعوها للحذو حذوة في التداول السلمي للسلطة. سقوط 40 شهيدا وجريح بانفجار سيارة مفخخة في سوق القيارة جنوبي الموصل، ونواب نينوى يحملون قيادات أمنية فاسدة مسؤولية التفجير. مسلسل تهديد الشخصيات العامة يستمر، انسحاب ثم عودة لشاب في مسابقة ملك جمال العالم بسبب التهديد، ومدرب لياقة بدنية ينجو من تفجير سيارته. رجعت لقيت ابني حاله يرثى اليها، ضربته براسه، عضته، طبعا هاي الشغله عضته، يعني هاي العضه غريبه على المجتمع العراقي، عضه على طفل. والموسم الدراسي يفرز مشكلات جديدة بحلول مؤجلة، معلمة تعد طالبا في بغداد، ومشروع مجاري يهدم الصفوف، ومعلمو البصرة يحتمون بالعشيرة. مساء الخير، نبدأ من أجواء التصويت على حكومة عادل عبد المهدي، وأيضا بالضرورة الترشيحات، حيث يعرض رئيس الوزراء العراقي المكلف عادل عبد المهدي كابينته الوزارية أمام مجلس النواب العراقي غدا الأربعاء في تمام الساعة 6 مساء، وتتضارب المعلومات والتقارير حول تشكيلة الكابينة الوزارية الجديدة، حيث أظهرت الأيام الثلاثة الماضية أن الترشيحات تتغير في خلال ساعات، فما يعلن عنه صباحا يختلف بشأنه في الظهيرة، وما يتفق عليه عصرا يتبدل ليلا، وسط صراع محموم وأحيانا مبتذل للحصول على المناصب الحكومية وللسيطرة على مقدرات الوزارات والهيئات للمرحلة المقبلة. وأظهرت صراعات الساعات 24 الماضية أن الأكراد متمسكون بمطلبهم للحصول على 4 وزارات واستعادة المناصب الأمنية التي كانت لهم قبل 2014، ويصمم الحزب الديمقراطي الكردستاني على 4 وزارات، 3 منها له والرابعة لحركة التغيير بدلا من الاتحاد الوطني، في حين يصمم الاتحاد الوطني على حقه بوزارة العدل التي رشح لها عضو مكتبه السياسي خالد دشواني. وبالعودة إلى الديمقراطي الكردستاني، فإن مطلبه الأخير هو وزارة المالية مشفوعة بصفة إضافية، هي نائب رئيس الوزراء و من أقوى المرشحين لها وزير المالية والخارجية السابق هوشير زيباري. أما ما يوصف بالوصف الطائفي الغير مستحب العرب السنة، فقد آلت وزارة التجارة إلى حركة الحل بزعامة جمال الكربولي. أما وزارة التخطيط فآلت إلى الحزب الإسلامي، وترشح لها الأمين العام للحزب إياد السمرائي والقيادي في الحزب عادل الصميدعي. أما وزارة الزراعة فتجمع مصادر مطلعة على أنها ذهبت إلى أحد الكيانات المنضوية بتحالف الفتح بعد معلومات سابقة أشارت إلى أنها كانت قد آلت إلى حزب الجماهير الوطنية بزعامة أحمد لجبوري أبو مازن الذي رشح لها صالح لجبوري.
أما وزارة التربية فآلت إلى المشروع العربي الذي يتزعمه خميس الخنجر ورشح لها صبا خير الدين من الموصل. أما وزارة الشباب والرياضة التي عقدت صفقة في الخفاء لأخذها مقابل التنازل عن منصب نائب رئيس الجمهورية لاعتبارات تتعلق بالصراعات الفردية التي مزقت سياسيي المحافظات المنكوبة. وما زالت الغالبية من النواب تطالب بالإبقاء على منصب نائب رئيس الجمهورية وعدم القبول بتعويض عنه في وزارة الرياضة والشباب التي تردد أن المرشح لها موظف ثانوي كان يشغل منصبا ثانويا في محافظة الأنبار أيضا. أما الوزارات الأكثر إثارة في الصراع وفي مقدمتها وزارة النفط التي تراجعت فرص تيار الحكمة في الإتيان بوزير قريب منه مقابل تحسن فرص سائرون في الدفع بوزير أقرب إلى مواقفه. ومن المتوقع أن تكون هناك قوة ثالثة في الصراع الخفي على وزارة النفط. ومن أبرز المرشحين لشغل هذا المنصب الوكيل السابق للوزارة ورئيس هيئة المستشارين السابق ثامر الغضبان، وهو شخص غير متحزب ولا يحسب على أي اتجاه سياسي. أما الوزارة الأخرى التي اشتد الخلاف عليها فهي وزارة الداخلية، حيث أن أقوى المرشحين لشغلها رئيس الأمن الوطني ومستشاره فالح الفياض الذي يدعمه ائتلاف البناء وتتحفظ عليه كتلة سائرون إلى حد رفض قبوله. وزارة النقل وهي موضوع صراع آخر، فقد كانت موضع تنافس بين سائرون وعصائب أهل الحق، وعلى الرغم من أن تيار الحكمة أعلن عدم ترشيحه أحد لشغل أي منصب حكومي. في حين أن التيار يريد أن يضمن إلى جانب ذلك الحصول على منصب أمين بغداد ويرشح له وزير الشباب والرياضة عبد الحسين عبطان. في هذه الأثناء يكاد يكون هناك إجماع على تولي قصي سهيل حقيبة التعليم العالي والبحث العلمي، في حين ستذهب وزارة العمل والشؤون الاجتماعية إلى مرشح البناء عن كتلة عصائب أهل الحق. أما وزارة الصحة فالمرشح لها حتى الآن هو علاء الدين عبد الصاحب العلوان، فيما يكاد أن يكون حزب الفضيلة هو الوحيد بين الأحزاب المعروفة الذي لم يحصل على منصب في الحكومة الجديدة. أما مناصب نواب رئيس الجمهورية فيتمسك العرب السنة والعرب الشيعة بحق شغل المنصبين مع الترحيب بفكرة نائب رئيس جمهورية ثالث للمكونات الوطنية الأخرى خاصة التركمان. وزارة الخارجية طرح لها أسماء عدة أبرزها الشريف علي بن الحسين وهو سياسي عراقي مستقل، إلى جانب ليث كبة وهو الناطق السابق باسم حكومة إبراهيم الجعفري الذي يتمتع بدعم من المجلس الأعلى وقد تكون لديه فرصة أكبر لشغل المنصب في الحكومة الجديدة بعد استبعاد فكرة تكليف سياسيين كبار لشغل هذا المنصب كحيدر العبادي وإياد علاوي اللذين يكتفيان في هذه المرحلة بقيادة تنظيماتهما السياسية. لن نبتعد إذن عن وزارة الخارجية، فقد ظهر في الساعات الأخيرة اسم محمد علي الحكيم الذي يملك حظوظا كبيرة وأكبر من حظوظ الشريف علي وليث كبة، وهو من كوادر الوزارة ولا يعد اختياره تحولا في مسار الدبلوماسية، وقد يستمر النهج الذي تسير عليه الوزارة حاليا. وتجمع معظم المصادر على أن حسم وزارة الخارجية يكاد أن يكون الأصعب والأكثر تعقيدا، وأن رئيس الوزراء المكلف عادل عبد المهدي قد يدخل البرلمان غدا بوزارة قد تخلو من أسماء وزراء الخارجية والدفاع والداخلية والمالية. وفي خضم الصراعات بين الأحزاب والكتل السياسية على حصصها في الكابينة الوزارية، يصطدم رئيس الوزراء المكلف عادل عبد المهدي بجبهة برلمانية عريضة تسعى لعرقلة تشكيل الحكومة اعتراضا على منع أي نائب من تولي منصب وزاري إذا أعلن عن جمع تواقيع أكثر من 100
وعشرين نائب في مجلس النواب ومن كتل مختلفة للمطالبة بالتصويت السري على أسماء الوزراء المزمع أن يقدمهم رئيس الوزراء المكلف عادل عبد المهدي داخل قبة البرلمان لضمان عدم تمرير أي مرشح جاء بصفقة فساد ومن قبل أي كتلة أو من قبل أي كتلة سياسية. ويقول أعضاء في مجلس النواب العراقي أن هناك أشبه بالفزعة البرلمانية ليكون التصويت سريا على التشكيلة الوزارية الجديدة من أجل أن لا تسير العملية السياسية كما تشتهي بعض الكتل السياسية. وعلى الرغم من إعلان تحالفي الإصلاح والإعمار والبناء دعمهم لعبد المهدي إلا أن الأخير لديه مخاوف فعلية من عرقلة تشكيلته الوزارية من قبل نواب داخل تلك التحالفات. القوى السياسية تعتقد أن لديها طابو بتملك بعض الوزارات. بعض القوى السياسية حولت بعض الوزارات إلى مقرات حزبية. أنا أعتقد السيد عادل عبد المهدي ابتعاده عن الإعلام والتصريحات الإعلامية هاي استراتيجية جديدة بعدم تشنج الأجواء الإعلامية والتي تضغط على كابينته. الكتلة السياسية إذا أنطى وزير معين وفشل في إدارة الوزارة راح تنعاد أحداث البصرة وأحداث المحافظات الجنوبية. الحصاد مستمر من الشرقية نيوز. قبل أن نتابع هذا الحصاد ننوه بأن الجلسة البرلمانية التي ستعقد غدا للتصويت على كابينة السيد عادل عبد المهدي الوزارية كما قالت الدائرة الإعلامية البرلمانية ستعقد في تمام الساعة 8 مساء وليس كما قيل في تمام الساعة 6 بتوقيت بغداد. إذن جلسة الغد البرلمانية للتصويت على كابينة عادل عبد المهدي الوزارية ستعقد في تمام الساعة 8 مساء بتوقيت بغداد. مقابل كل ذلك شيرين انتقد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي صراع الكتل السياسية على المناصب في الحكومة الجديدة ودعاها إلى أن تحذو حذوه في التداول السلمي لأعلى سلطة تنفيذية في البلد. العبادي قال أيضا في مؤتمره الصحفي الأسبوعي إنه لم ولن يتدخل في تشكيل الحكومة الجديدة وإن الأمر متروك بالكامل لرئيس الوزراء المكلف عادل عبد المهدي. اليوم العراق أصبح ينظر إلى آمن، هناك انتقال سلمي في البلد، وهذه رسالة بصراحة احنا نوجهها للجميع ان لا يكون المنصب هو الاصل. انا سمعت البعض يصارع ويسوي ازمات وصراعات تصير وطعون بين من اجل مناصب هنا وهناك، وشفته بالمحافظات وجهات ايضا اخرى، بس الحمد لله منصب الاعلى التنفيذي في الدولة ما صار اثرنا به، وبالعكس ساعدنا في انتقال السلطة بشكل سلس، وهو أعلى منصب تنفيذي في هذا البلد، وهذا بمصلحة البلد، مصلحة المواطنين، ومن أجل الاستقرار وحتى لا نخسر ما أنجزناه. رئيس الوزراء المكلف هو مسؤول عن تشكيل الحكومة الجديدة، ولهذا أتركها إلى بالكامل. أنا ما دخلت كل اللي سويته، بعضهم يسألوني عن تفاصيل، أقول ما دخلت بالتفاصيل، لأن هذا شأنه، هو رئيس وزراء مكلف شأنه أن يشكل حكومة جديدة ويتبع الطريقة اللي سواها يعتبرها صحيحة في هذا الإطار، وبالتالي أنا لا أتدخل في هذا العمل. كل اللي سويته سهلت مهمته، وفرت له الأمور الإجرائية سواء مكان أو أمن أو أي شيء يريده آخر، حتى الاطلاع على قراراتنا اللي نقوم بها بالدولة حتى يكون فعلا انتقال سلس للحكومة، حتى إجراءاتنا خططنا أيضا فريق يطلع عليها حتى نسهل عمله إن شاء الله في الدولة القادمة. الحصاد مستمر من الشرقية نيوز. كابينة عبد المهدي الوزارية تصطدم بجبهة برلمانية عريضة، نواب من كتل مختلفة يصرون على التصويت السري بعد منعهم من تسلم مناصب حكومية.
للحديث عن جلسة الغد البرلمانية وجملة مواضيع سياسية أخرى ينضم معنا عبر الأقمار الصناعية النائب عن تحالف الفتح السيد عدي عواد. سيد عدي أهلا بك. بالأمس القريب كنا نقول نطلق يد السيد عادل عبد المهدي، اليوم نكبلها على ما يبدو ضمن آلية التصويت السري، فسبحان مغير الأحوال، ما الذي حصل في الساعات الأخيرة؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. بداية رحب بك وجميع الأخوة المشاهدين. الحقيقة خلينا نصير واقعي وأكثر وضوح، يعني الدعوة إلى تصويت سري هذا أيضا مخالف للدستور، والتصويت علني وبشفافية واضحة، واللي يستحي أو اللي خاف معروف، يعني ليش صار نائب معروف. المفروض هو هاي حرية الاختيار مفروض واضحة أمام الشعب العراقي. طبعا مع الأخذ بأنه احترامي لأراء زملائنا السادة النواب، وأعتقد أنه السبب الرئيسي ل ما أشيع يعني جمع تواقيع أو كذا، لأن بصراحة أتكلم إحنا لحد الآن أنا نائب أو السادة أيضا النواب ما يعرفون الوزراء المرشحين إلا عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي، عن طريق الوسائل الإعلامية. أي شيء مكتوب رسمي هي قضية وزارة، أنا ما مرشح مدير مدرسة أو مرشح مدير شعبة، ومرشح وزير المفروض النائب يصل له فد سيرة ذاتية لهذا الوزير يقرأها يسأل باعتبار حقه. الآن النائب يختلف عن الدورات السابقة، النائب لديه رؤية، مو قبل أنه النائب رئيس كتلة يقول له صوت أو لا صوت، الآن النائب عنده وهذا حق الدستوري وحق ضمن الأطر القانونية أنه يسأل ويشوف شنو. ثانيا المنهاج الحكومي، المنهاج الحكومي كل شيء ما ندري، ودعتك احنا اذا باكر الساعه ب8 ما اعرف يمتى نقرا يمتى نشوفه صديق واقعي كذب حبر على ورق. لذلك هو هنا احنا بصراحه هذا يدق ناقوس الخطر، انه هاي الحكومه ما راح تختلف عن الحكومات السابقه، هم حكومه الشربت جيب وحط اسماء وصوت وارفع ايدك وفي امان الله. لذلك انا اعتقد الساده النواب من حرصهم، لكن انا مثل ما قلت لك احنا عندما يكون حرصنا على ان تكون حكومه قويه يجب ان نكون ضمن الاطر الدستوريه والقانونيه. انا بالنسبه لي ما مقتنع بوزير ما ارفع ايدي، ما مجبور يعني اروح باقتراح سري او غيره، اللي مقتنع به يصوت. لذلك هي بصراحه اقول لك يا لحد الان احنا مع الاسف احنا باكر المفروض الساعه ب8 الجلسه وعلنت، المفروض لدينا يعني معلومه واضحه عن الوزراء، ودعته كان الوزراء سمعتهم من عندك اغلبهم ما ادري بهم منين جابوهم شنو وضعهم، دكتور مهندس طبيب منو رشحه يا كتله جابت، هذا الموضوع كله ما ندري به. اكو نسمع انه بعض الكتل رايده بعض الشخصيات فلان وفلان وهوشور زباري او غيره، وحاولت انه تضغط على رئيس وزراء بهذا الاتجاه. طبعا مع انا اؤكد وانا اؤكد سابقا انه احنا كفتح وحركه صادقون قلنا له اختار من ترى مناسبا، لان باكر وراك حساب، باكر من نجي نحاسب رئيس وزراء لا يقول والله انتم فرضتوا علي الوزير وانا ما هذا الوزير فشل لان انتم فرضتوا علي، لا، الان رئيس وزراء امام الشعب العراقي وامام وسائل الاعلام هو من اختار كابينته الوزاريه، وبالتالي هو يتحمل الفشل لا سمح الله ويتحمل النجاح. باكر لا يجي يقول والله خليتوني بموقف وضفتوا علي وزير فاوضتوني ضغطتوا علي. صحيح بعض الكتل مع الاسف الشديد حاولت ان تضغط باتجاه فرض بعض الشخصيات الغير كفؤه والغير نزيهه وعليها سجل من الاعمال الغير واضحه، يعني منجزات غير واضحه للشعب العراقي، هذا صحيح واكون واقعي، لكن كاغلب الكتل السياسيه ومن ضمنها حركه الصادقون وتحالف البناء اعطوا الصلاحيه الكامله باختيار من يرى مناسب، ودعتك كثير من السيفيات التي قدمت من كتل داخل تحالف البناء رفضها، وبكل رحابة صدر قلنا له اختار من ترى مناسبا، لأن القرار الأول والأخير لرئيس وزراء المكلف. نعم، ولكن سيد يعني عدي بعض الكتل، أنا لا أتحدث عنكم، تتحدث شيء في العلن وتفعل شيء، تتحدثون عن نافذة إلكترونية ليس أنتم تحديدا ولكن بشكل عام، ومن ثم يعني عادل عبد المهدي لا يستطيع أن يختار أي شخص دون العودة إلى الأحزاب ورؤساء الكتل الطائفية المحاصصة، أيضا عودة التصويت السري مجددا. إذا كان رئيس مجلس يعني البرلمان عندما تم اختياره احتاج الموضوع أسبوع، فكيف إذا كان التصويت سريا لكل هؤلاء الوزارات؟ إذن نحن نتحدث عن أسابيع ونتحدث عن تأجيل موضوع أيضا الوزارات السيادية بالضرورة. لا هو خلينا نصير واقعي، هو قلت لك أنا السبب الواضح والأكيد هو عدم وجود رؤية واضحة للحكومة المقبلة. لذلك راحوا بعض السادة النواب قدموا
مقترح، وانا اعتقد تقدم بالجروب اللي خاص بساد اعضاء مجلس النواب اللي هو جروب خاص بالاعضاء. اما كتواقيع انا ما شفت لحد الان اي تواقع، لكن قضيه الاقتراح السري قلت لك غير دستوريه وما راح تمضي. اكون واضح وبصراحه، القرار يجب هيئه الرئاسه مع احتراماتي لها، هو قرار مجلس النواب يعرض على مجلس النواب يصير تصويت، نروح باتجاه التصويت السري، والتصويت السري راح ياخذ جزء اسابيع اسبوع او اكثر، لان هو اذا حسبنا احنا في مجلس النواب اختيار هيئه الرئاسه مجلس النواب واختيار رئيس الجمهوريه يمكن طولت اكثر من 6 ساعات، يعني اذا كل وزير يصير عليه 6 ساعات يعني وقت راح ياخذ، بالاضافه لانه غير دستوري. وثانيا انا ليش اروح باقتراح سري؟ قلت لك يعني واتكلم بصراحه، انت ما مقتنع لا ترفع ايدك، انت ما اذا انت خايف من شيء المفروض يعني المفروض انه مجلس النواب وعضو مجلس النواب يكون متحرر من جميع القيود، اما انت خايف من رئيس الكتله وخايف ما اعرف انه تصوت او ما صوت، هذا الموضوع يجب ان نغادر حقيقه. لذلك أنا أتوقع من كلامك سيد عدي بأنكم لن تصوتون سريا غدا، وعندما حلفت بوداعتي يعني أنتم ضمن اللجنة التفوضية الوزارية، ألم ترشح لكم أسماء بعينها؟ ألم تعلموا على الأقل ماذا سيحصل يوم غد كلجنة تفوضية على الكابينة الوزارية مع سائرون؟ وداعتك كل شيء ما ندري، خلي يصير واضح وصريح. يعني انا كعضو مجلس نواب لحد الان الاسماء اغلبها سامحه من حضرتكم من قناه الشرقيه وبعض وسائل التواصل الاجتماعي، اما شيء مكتوب وشيء عملي وصل مجلس النواب، يعني اعضاء مجلس النواب عندهم صناديق بريد وعندهم ايميلات، بامكان يعني رئيس مجلس النواب رئيس مجلس الوزراء المكلف يرسل الاسماء ويطلع عليها النائب، اما النائب يسمع من وسائل التواصل الاجتماعي وتريد باشر يمنح الثقه للوزراء، اكيد هذا الموضوع المفروض احنا مغادرينه، احنا نريد اتجاه بناء دوله. وانا اتكلم بصراحه، دوره 2018 تختلف عن الدورات السابقه، الدورات السابقه بكل صراحه واتكلم بمنطق الحريه، كان النائب عباره عن طرطور، ارفع ايدك نزل ايدك، اليوم لا، اليوم احنا امام النائب يريد ان يعرف الحقيقه، لان هو امام محك، امام هو ممثل الشعب، والشعب خوله انه يراقب ويدقق، انا مو اجي والله وفلان قال لي والله هذا خوش ولد والله خلينا نمشي، هذا الامر المفروض نغادره، لدينا سيفيات، لدينا سير ذاتيه تدرس، والنائب عنده مستشارين وعنده ناس وعنده قريبين بالشارع، ابناء الشعب العراقي يخابرهم هذا منين شنو وضعه وين كان خريج يا كليه، اكيد المفروض هو هذا العمل يكون. عند ما تكون اكو ملاحظه يكتبها ويدزها رئيس وزراء المكلف، اما انا اجي مغمض ما ادري السالفه شنو، اكيد هذا الموضوع المفروض احنا مغادرينه، لكن مع الاسف نفس المشكله، يعني اذا غدا تعرض الكابينه يعني شرع لحق اسوي، يعني حتى لو باكر يجيب لي السير الذاتيه، امتى ندرسها امتى نقراها. بالاضافه الى ذاك المنهاج الحكومي، يا اخي المنهاج الحكومي المفروض دوله الحكومه التي تشكل يعني الجزء الاساسي من عندها عمود، انا حاسبه على المنهاج، وهذا المنهاج يجب ان يكون بتوقيتات زمنيه، ازمه البصره، ازمه المياه مثلا تحل ب3 اشهر، على المدى انا اجي اتابعه، اما جايب لي منهاج حبر على ورق وباكر من تجي تحشو وياه يقول لك شنو انا ما لاطيته، هو عباره المنهاج الحكومي هو عباره عن العقد بين الحكومه وبين مجلس النواب، هذا المنهاج على اساسه انا حاسبه وعلى اساسه ابدي اراقبه، اما انه راح يصوت وفي امان لا عدك اشوفك بعد ما تدزون عليه، هذا الامر المفروض ايضا احنا مغادرينه. لذلك قضيه المنهاج الحكومي يجب ان تدرس بعنايه وبدقه ويحط الى توقيتها الزمنيه ويوضح الاليات اللي راح يقوم بها، اليه مكافحه ايش راح تسوي؟ هم راح تكتب لي راح استخدم الشفافيه ومكافحه الفساد واعوم المصطلحات بدون ان تكون هناك اليه واضحه على المدى انا كعضو مجلس نواب، وبالاضافه الى ابناء الشعب العراقي اللي الحمد لله والشكر اصبحوا مراقبين لكل صغيره وكبيره في العمليه السياسيه، ايضا يريد يراقب يريد يشوف شنو الوضع وين وصلت الحكومه وايش راح تسوي ايش راح تقدم، اما احنا بعدنا باقين بهذه الاليات حبر على ورق، باكر اللجنه برئاسه النائب الاول اللي انا هسه توني اثناء ما دخولي الى قناتكم دزوا لي رساله باكر اجتماع الساعه بالعشره لقراءه المنهاج، ما يعني نقرا بس مجرد احنا نعرف نقرا الحمد لله والشكر. نعم. طيب يعني جلسة الغد هل ستحمل مثلا مجملات؟ لم أفهم منك تماما، يعني هل كل الوزارات السيادية، أتحدث عن داخلية، خارجية، دفاع، مالية، هل كل هذه الوزارات ستؤجل؟ نرى فقط تصويت يدور على وزارة التربية، الرياضة، الشباب؟ لا لا، الآن المعلومات لدي أنه جميع الوزارات
يعني سوف تقدم غدا بدون اي نقص اي وزاره، وهذا شرطنا. انا اتكلم بصراحه، عندما زارنا سيد عادل عبد المهدي لحركه صادقون شرطنا عليه لا يجيب لي كابينه وزاريه نصردن، احنا نريد وزاره كامله. نصردن جربناه في الدورات السابقه، يجي والله هاي الوزاره خلوها بعد كم يوم وتصير لها سنه وتظل وزاره تعمل بالوكاله عن طريق رئيس وزراء. احنا نريد وزاره كامله المعالم، وزير داخليه، وزير دفاع، وزير خارجيه، حتى تبدا العمليه عمل الحكومه. الحكومه ما عندها وقت، الازمات كبيره، البصره تنتظر، العماره تنتظر، بغداد تنتظر. لذلك انا اما جايب لي وزاره نصر الدين على ما تكملها يراد لك سنه، هذا الامر ايضا مرفوض. يجب ان تكون وزاره كامله الصلاحيه. وانا بصراحه عندما تعرض غدا الكابينه، هذا الامر طبعا متروك لاعضاء مجلس النواب ومدى قناعتهم بالساده الوزراء، ومثل ما قلت ليش القناعه سوف تبنى على امور كيفيه. انا اتكلم بصراحه ما عندي شيء اخفي، بسبب واضح انه انا ما عندي اي معلومات عن الساده الوزراء المقدمين الان. يوم غد ان شاء الله الساعه 8 حسب ما علنت الدائره البرلمانيه، لذلك راح يكون بصراحه راح يكون قضيه كيفيه. انا بكيفي اقتنع ما اقتنع، يعني على الشكل بين قوسين. اما الخلفيه العلميه، الخلفيه كفاءته بانجاز الاعمال، سيرته الذاتيه، وان كان شنو سوى، المشاريع الناجحه اللي قدمها سابقا، هاي تدرون بها بعد مع الاسف اصبحت لاعضاء مجلس النواب هاي سر، ما حد ما اعرف، المفروض هي تعلن وحتى نكون على بينه من امرنا. اما انا يجيني باشر وزير لابس ربطه وقاط ومرتب يقول والله هذا وزير التعليم العالي، وزير التربيه، تعال صوت علي، يعني على العموم هذا تترك الى قناعه مجلس النواب. شكرا لكم على هذا الحوار، النائب عن تحالف الفتح هدي العواد. كل الحكومات السابقه الشخصيه سين تفرض على رئيس الحكومة بغض النظر سواء كان كفو، ما عنده شهادة، فاسد، فاشل، هو ذلك كان يقبل بها. الآن تغيرت المعادلة. جيد. الآن أكو رفض. جيد. أكو رفض والله حتى دزور. من الحزب دكتور عياد فاز 21 لاعب. أما إذا تحسب أنه أكو واحد تم شراءه أو باع بنته أو أمل بمنصب، فبتقديري هذا خلل في شخصا نفس الشخص مكون مظلوم ونازحين ومناطق مهدمة، والآن تتصارع على وزارة، ما تتصارع على برنامج، وتتصارع ويا من؟ تتصارع ويا من؟ من نفس المكون. إحنا لحد الآن أيدين طرف واحد فقط بقوة، هو فقط السيد عادل عبد المهدي. لا ننسى أن في السنوات السابقة في الدورات السابقة كانت هناك بعض المناصب قد بيعت بمزادات، وبالتالي هذا الأمر سيصعب من حكومة وضع السيد عادل عبد المهدي. وأنا لا أستبعد أنه ربما يقدم استقالته في أي لحظة في ظل الضغوطات التي تمارس عليه، التقاطعات اللي موجودة في هذا المشهد السياسي المعقد. الجميع يدعو إلى أبعاد المحاصصة، لكن الجميع يتمسك بالمحاصصة ويتمسك بالاستحقاق الانتخابي. لكل لديه ملفات أحدهم ضد الآخر، وبالتالي سيكون هناك عملية نشر لغسيل في بداية حكومة ستكون بداية محبطة للمواطن العراقي اللي ينتظر وضع أفضل. واقع الحال الطبقة السياسية العراقية لا تقبل بأسلوب المعارضة، لن يقبل أحد بالذهاب إلى المعارضة، الكل يتحدث عن مناصب وعن استحقاقات، وهذا الأمر أنا أعتقد المشهد لن يتغير بأي شكل من الأشكال عن المشاهد العراقية السابقة بعد 2003. الحصاد مستمر من الشرقية نيوز. صراع محموم للحصول على مناصب في حكومة العراق الجديدة، وزارات تصبح لدى كتل وتمسي عند أخرى، والحسم داخل قبة البرلمان الأربعاء. رجعت لقيت ابني بحاله يرثى اليها، ضربته براسه، عضته، طبعا هاي الشغله عضته، يعني هاي العضه غريبه على المجتمع العراقي، عضه على طفل. الموسم الدراسي يفرز مشكلات جديده بحلول مؤجله، معلمات تعض طالبا في بغداد، ومشروع مجاري يهدم الصفوف، ومعلمو البصره يحتمون بالعشيره. الكتل القوية المطلوبة ثأريا من قبل كتل أخرى في البرلمان وفي الحكومة وفي الدولة العراقية وفي مؤسساتها العميقة
تخشى من كتل أخرى ستصعد إلى الساحة وربما ستحاسبها وستكون حرب محاكم وحرب فساد ويمكن الإطاحة بها وبزعاماتها. الصراع الأساسي الآن أنا أعتقد هو بين الكتل الشيعية ذاتها، لأن هنالك نوع من التأرية بين الشيعة وهنالك نوع من كسر الإرادات وكسر العظام بين الشيعة وهنالك محاولات باتجاهين لإحراج عبد المهدي. الكتل التقليدية تريد له أن يعطيها وزارات والكتل التي الصاعدة تريد له أن يحاصر الكتل القديمة وبالتالي يسهل مهمة محاربتها في الفترة المقبلة ومحاصرتها وتقديم قياداتها إلى المحاكم. مهمة عادل عبد المهدي صعبة للغاية، ولكن عليه أن يكون جريئاً شجاعاً، أن يوضح ما يريد، أن يتكلم بجراءة في مجلس النواب وأن يقدم الأسماء التي يعتقد أنها مؤهلة، وبالتالي سيفضح الذين يرفضون عندما تكون الأسماء أمام البرلمان. الحصاد مستمر من الشرقية نيوز. إذن مشاهدينا نعود ونعرض عليكم آخر المعلومات التي بحوزتنا حول التشكيل الحكومية، وننوه أن هذه المعلومات كل ساعة كل دقيقة كل لحظة تتغير وتخضع للتفاوضات والمناقشات، حيث يعرض رئيس الوزراء العراقي المكلف عادل عبد المهدي كابينته الوزارية أمام مجلس النواب العراقي غدا في تمام الساعة 8 مساء، وهو الموعد الذي حددته الدائرة الإعلامية للبرلمان بدلا من الساعة 6 مساء. وتتضارب المعلومات والتقارير حول تشكيلة الكابينة الوزارية الجديدة، حيث أظهرت الأيام الثلاثة الماضية أن الترشيحات تتغير في خلال ساعات، فيما يعلن عنه صباحا يختلف بشأنه في الظهيرة، وما يتفق عليه عصرا يتبدل ليلا وسط صراع محموم وأحيانا مبتذل للحصول على المناصب الحكومية والسيطرة على مقدرات الوزارات والهيئات للمرحلة المقبلة. وأظهرت صراعات الساعات 24 الماضية أن الأكراد متمسكون بمطلبهم للحصول على 4 وزارات واستعادة المناصب الأمنية التي كانت لهم قبل 2014. ويصمم الحزب الديمقراطي الكردستاني على 4 وزارات، 3 منها له والرابعة لحركة التغيير بدلا من الاتحاد الوطني، في حين يصمم الاتحاد الوطني على حقه بوزارة العدل التي رشح لها عضو مكتبه السياسي خالد الشواني. وبالعودة إلى الديمقراطية الكردستاني، فإن مطلبه الآخر هو وزارة المالية مشفوعة بصفة إضافية هي نائب رئيس الوزراء، ومن أقوى المرشحين لها وزير المالية والخارجية السابق هوشيار زيباري. أما فيما يعرف بالوصف الطائفي غير المستحب العرب السنة، فقد آلت وزارة التجارة إلى حركة الحل بزعامة جمال الكربولي. أما وزارة التخطيط فآلت إلى الحزب الإسلامي وترشح لها الأمين العام للحزب إياد السامورائي وكذلك عادل الصميدعي، وهو أحد أعضاء الحزب الإسلامي في صلاح الدين ولا يتمتع بدور قيادي في الحزب، ولكنه أحد أدواته في الجانب الإعلامي إضافة إلى عمله كعضو في مجلس المحافظة. أما وزارة الزراعة فتجمع مصادر مطلعة على أنها ذهبت إلى أحد الكيانات المنضوية بتحالف الفتح بعد معلومات سابقة أشارت إلى أنها كانت قد آلت إلى حزب الجماهير الوطنية بزعامة أحمد الجبوري أبو مازن الذي رشح لها صالح الجبوري. التربية فآلت إلى المشروع العربي الذي يتزعمه خميس الخنجر ورشح لها صبا خير الدين الطائي من الموصل. وزارة الشباب والرياضة التي عقدت صفقة في الخفاء لأخذها مقابل التنازل عن منصب نائب رئيس الجمهورية لاعتبارات تتعلق بالصراعات الفردية التي مزقت سياسيي المحافظات المنكوبة، وما زالت الغالبية من النواب تطالب بالإبقاء على منصب نائب رئيس الجمهورية وبعدم القبول بتعويض عنه في وزارة الرياضة والشباب. أما الوزارات الأكثر إثارة في الصراع وفي مقدمتها طبعا وزارة النفط التي تراجعت فرص تيار الحكمة في الإتيان بوزير قريب منه مقابل تحسن فرص سائرون في الدفع بوزير أقرب إلى مواقفه، ومن المتوقع أن تكون هناك قوة ثالثة في الصراع الخفي على وزارة النفط. ومن أبرز المرشحين لشغل هذا المنصب الوكيل السابق للوزارة ورئيس هيئة المستشارين السابق ثامر الغضبان، وهو شخص غير متحزب ولا يحسب على أي اتجاه سياسي.
أما الوزارة الأخرى التي اشتد الخلاف عليها فهي وزارة الداخلية، حيث أن أقوى المرشحين لشغلها هو رئيس الأمن الوطني ومستشاره فالح الفياض الذي يدعمه ائتلاف البناء، وتتحفظ عليه كتلة سائرون إلى حد رفض قبوله. أما وزارة النقل وهي موضوع صراع آخر، فقد كانت موضع تنافس بين سائرون وعصائب أهل الحق، وعلى الرغم من أن تيار الحكمة أعلن عدم ترشيحه أحدا لشغل أي منصب حكومي، إلا أن رئيس الوزراء المكلف عرض على التيار وزارة الموارد المائية، في حين أن التيار يريد أن يضمن إلى جانب ذلك الحصول على منصب أمين بغداد، ويرشح له وزير الشباب والرياضة عبد الحسين عبطان. في هذه الأثناء سعيد، يكاد يكون هناك إجماع على تولي قصي لسهيل حقيبة التعليم العالي والبحث العلمي، في حين ستذهب وزارة العمل والشؤون الاجتماعية إلى مرشح البناء عن كتلة عصائب أهل الحق. أما وزارة الصحة فالمرشح لها حتى الآن هو علاء الدين عبد الصاحب العلوان، فيما يكاد أن يكون حزب الفضيلة هو الوحيد بين الأحزاب المعروفة الذي لم يحصل على منصب في الحكومة الجديدة. أما مناصب نواب رئيس الجمهورية فيتمسك العرب السنة والعرب الشيعة بحق شغل المنصبين، مع الترحيب بفكرة نائب رئيس جمهورية ثالث للمكونات الوطنية الأخرى وخاصة التركمان. أما وزارة الخارجية التي طرحت لها أسماء عدة أبرزها الشريف علي بن الحسين وهو سياسي عراقي مستقل، إلى جانب ليث كوبا الناطق السابق باسم حكومة إبراهيم الجعفري الذي يتمتع بدعم من المجلس الأعلى، وقد تكون لديه فرصة أكبر لشغل المنصب في الحكومة الجديدة بعد استبعاد فكرة تكليف سياسيين كبار لشغل هذا المنصب مثل حيدر العبادي وإياد علاوي، اللذين يكتفيان في هذه المرحلة بقيادة تنظيماتهما السياسية. ولن نبتعد عن وزارة الخارجية، فقد ظهر في الساعات الأخيرة اسم محمد علي الحكيم الذي يملك حظوظا أكبر من حظوظ الشريف علي وليث كبة، وهو من كوادر الوزارة ولا يعد اختياره تحولا في مسار الدبلوماسية، وقد يستمر النهج الذي تسير عليه الوزارة حاليا، وتجمع معظم المصادر على أن حسم وزارة الخارجية يكاد أن يكون الأصعب والأكثر تعقيدا، وأن رئيس الوزراء المكلف عادل عبد المهدي قد يدخل البرلمان غدا بوزارة قد تخلو من أسماء وزارات الخارجية، الدفاع، الداخلية والمالية. الحصاد مستمر من الشرقية نيوز. إذن مشاهدينا، نناقش التوقعات بالنسبة للتشكيلة الحكومية، آخر التطورات، التصويت السري، ملفات عديدة مع نجم القصاب وهو الباحث في الشأن السياسي. أهلا بكم سيد نجم إلى هذا الحصاد. ما الذي ننتظره في الغد؟ هل سنرى وزارات تحسم أم وزارات تبقى بالوكالة أم وزارة كاملة المعالم؟ يعني بدأ مساء الخير عليكم وعلى كل مشاهديكم الكرام. بالتأكيد على ما يبدو هناك رباك وارتباك في كل الأسماء التي طرحت الآن والأسماء التي سربت في الأيام الماضية، وعلى ما يبدو هناك لوبي يعمل من أجل إفشال السيد عادل عبد المهدي بعدم المضي بكابينة وزارية داخل قبة البرلمان، وبالتالي هذه الأسماء التي سربت قبل نصف ساعة أعتقد البعض منها صحيح والبعض منها غير صحيح. وإن كانت كل الأسماء فعلا سوف يتم طرحها يوم غد، أستبعد يكون التصويت على البعض، لأن هناك شخصيات هي تعتبر من الجيل أو الرعيل الأول الذي يمثل الحياة السياسية العراقية منذ 2003 إلى 2018. الأمر الآخر، هناك يقابل هذا الجيل امتعاض واعتراض من المجتمع العراقي أولا، ومن المرجعية في النجف الأشرف ثانيا، بأن المجرب لا يجرب، وثانيا عدم سنح أو منح أي فرصة تنفيذية لأي شخصية سياسية
قد استلم أو تبوأ منصب تشريعي أو تنفيذي في السنوات الماضية. الأمر الآخر، عندما يتم إبعاد كل النواب الحاليين، وهذا مطلب جماهيري ومطلب مرجعي، من غير ممكن تمنح مناصب تنفيذية ووزارات سيادية لأشخاص هم كانوا جزءا وأساسا أساسيات داخل المشهد والحياة السياسية، أعتقد ستكون معارضة قوية وكبيرة بالعدد والقوة أمام كابين الوزارية وأمام السيد عادل عبد المهدي. كان يتوجب عليه أن يتمسك أولا بشخصيات تكنوقراط خارج البيئة السياسية، وثانيا عندما طرح أسماء على الموقع الإلكتروني، أين الأسماء؟ هل هذه الأسماء تزييف وتكذيب على الناس مثلما زيفت وكذبت عليهم في الانتخابات لبعض المرشحين الذين يستلمون المستمسكات وكل ما يحتاجه التعيين وبالتالي يجدوها خارج في الأزبال؟ أنا أعتقد المشهد السياسي فيها غبار وفيه ضبابية، ينبغي على السيد عادل عبد المهدي أن يذهب بكابينة وزارية خارج المتحزبين وخارج المتزعمين. هل سيسعف هذا الوقت المتبقي له سيد؟ بمعنى آخر، ما معنى اليوم أن نقول حتى البارحة بأن بعض الكتل الشيعية غير راضية على ترشيح السيد عادل عبد المهدي؟ ما معنى إن لم نكن مع السيد عادل عبد المهدي نلوح بالمعارضة؟ ما شكل المعارضة وضد من؟ ضد بعض الوزارات أم ضد عادل عبد المهدي؟ ما معنى أن نقول حتى البارحة بأن مكسب الوزارات هو أهم بكثير من مكسب المقعد البرلماني؟ وما معنى لماذا ظهر كل ذلك فجأة على السطح، وحتى البارحة كنا نقول نحن معه حتى آخر لحظة؟ يعني كلنا مع السيد عادل عبد المهدي بالحملة التي انطلقها وجعل هناك فعلا أسماء لوزراء جدد لم يجربوا في السنوات الماضية. العامل الآخر، هناك قوى سياسية داخل البرلمان مختلفة مع بعضها. على سبيل المثال، الحزب الديمقراطي لم يمنح له منصب وهو يعتبر الأكثر عددا داخل قبة البرلمان من الاتحاد. من غير ممكن يمنح رئيس الجمهورية للاتحاد ويمنح له وزارات والحزب الديمقراطي لا تمنح له أي وزارات أخرى. كذلك حتى المكون السياسي السني، يعني المحور بزعامة السيد الخنجر، أعطي لهم منصب رئيس البرلمان من غير ممكن تمنح لهم وزارات أخرى، بينما المكون السني في الإصلاح لم تمنح لهم مناصب تنفيذية، وكذلك المكون السياسي الشيعي بنفس الأسلوب وبنفس المنهج. إذن ما الذي تغير؟ الشعب العراقي قد عاقب القوى السياسية في شهر أيار عندما لم يذهب إلى الانتخابات، وعاقب ما عاقب عندما ذهبوا إلى الانتخابات لم ينتخبوا الوجوه القديمة التي فشلت وأفشلت العراق والعراقيين. إذن يا سيد الفاضل، أنا أعتقد ستكون هناك فعلا ثورة، وفورة ثورة الجياع من قبل المجتمع العراقي، لأنهم لا ينتظرون وكانوا يعولون على السيد عادل عبد المهدي، لأنه هم الذين ذهبوا إليه لم يأتي إلى السلطة ولم يأتي إلى المنصب. إذا فعلا هذه الأسماء، أن أستبعد يكمل النصاب يوم غد، وأستبعد إن اكتمل النصاب أن يتم التصويت على كل الأسماء. هذا غير ممكن، يخرج من الباب ويعود من الشباك على حساب كرامة الناس وعلى حساب مقومات المجتمع العراقي بمسميات مختلفة، تارة طائفية وتارة قومية وتارة وطنية، وكلها أكاذيب على المجتمع العراقي. وما الذي تغير؟ يعني أنت عندما عرضنا هذه الأسماء، عرضنا التصويت السري، عرضنا كل ما تحدثنا عليه، هل ترى أنه تغير أي شيء عن الصور التي كنا نراها في الحكومات السابقة؟ يعني لم تختلف حكومة السيد العبادي، أنا سميتها حينها عام 2014 حكومة الزعامات. الزعماء الذين كانوا يتفاوضون مع السيد العبادي
كلهم أصبحوا وزراء، وبالتالي فشلوا وأفشلوا، وهناك اتهام وهناك فساد وهناك إفساد وهناك استبداد في كل هذه المسميات اللا إنسانية واللا أخلاقية. وبالتالي هذه الأسماء اليوم التي طرحت قبل ساعة ونصف ساعة أعتقد صعب جدا أن تمرر يوم غد، لأن النواب سوف يستاءون وينزعجون، لأن من غير ممكن هناك وزراء في حكومة العبادي قد نجحوا أولا وحصدوا ما حصدوا عشرات الآلاف من الأصوات، لكن لم تمنح لهم تارة أخرى أو ولاية أخرى لوزارة، بينما وزراء فشلوا خرجوا وجاءوا بوزراء آخرين مقربين أما من العائلة وأما من الحزب. أنا أعتقد السيد عادل عبد المهدي إذا فعلا أراد أن يغير المنهج، أولا أن يغير الوجوه، وثانيا إذا غير الوجوه أن يجعل فعلا حكومة قوية متماسكة مع بعضها تجعل مصالح الناس تتقدم على مصالح الحزبية والفئوية والذاتية والشخصية التي تعلمنا عليها في السنوات الماضية. الأحزاب لم تقدم شيء، غياب روح التماسك الوطني، غياب روح التسامح الديني الذي كنا نعول عليه بعد 2003، أصبحت ثقافة الانتقام، ثقافة الطائفية، ثقافة الاستبعاد والاستعباد، كلها على حساب ثروات العراق، ولم نتقدم خطوة واحدة إلى الأمام، لأن نفس الأحزاب ونفس الوجوه ونفس النفسيات. ما الذي يتغير؟ تتغير الشعارات. نحن بحاجة ليس إلى عناوين، بحاجة إلى مضامين حقيقية واقعية تخدم الناس، لأن الناس كلها مستاءة. وأنا قبل قليل عندما طرحت هذه الأسماء سمعت الناس فعلاً تدمرت واستاءت وكانت تعول على السيد عادل عبد المهدي. وأتمنى إن كانت هذه الأسماء صحيحة أن يغيرها قبل الذهاب إلى البرلمان، لأنه من الصعب جدا أن يحصل على التصويت على هذه الكابينة. شكرا لكم الباحث في الشأن السياسي نجم القصب. حرب كبيرة غير معلنة، لكن الأجواء وردية أمام الجمهور وأمام الناس وأمام الإعلام، لكن لأنه حقيقة هو هذا الواقع. الكتل السياسية تنظر إلى هذه الوزارة على اعتبارها هي إقطاعية، ممكن أن تكون لها ديمومية أحزابها تعتاش على هذه الوزارة. أنا باعتقادي هذا الزمن قد ولى. الدكتور عادل عبد المهدي حقيقة يتعامل مع الأمور بشكل واقعي، الواقع العراقي لا يتحمل تجربة مريرة مرة أخرى ولا يتحمل الفشل مرة أخرى. الحصاد مستمر من الشرقية نيوز. سقوط 40 شهيدا وجريحا بانفجار سيارة مفخخة في سوق الخيارة جنوبي الموصل، ونواب نينوى يحملون قيادات أمنية فاسدة مسؤولية التفجير. نتابع هذا الحصاد. وفي الصفحة الأمنية سقط أكثر من 45 شهيدا وجريحا بانفجار سيارة مفخخة جنوبي مدينة الموصل، وذلك في أول خرق من نوعه تسجله المدينة بعد تحريرها من داعش. وقالت مصادر أمنية إن مجهولين وضعوا سيارة مفخخة داخل سوق ناحية الجيارة، ما أدى لاستشهاد 6 أشخاص بينهم جنديان وإصابة 40 آخرين كانوا داخل السوق، إضافة إلى تدمير وحرق عدد من المحال القريبة من مكان الحادث. هذا وحمل نواب عن محافظة نينوى بعض القادة الأمنيين مسؤولية الخرق الأمني الذي وقع في ناحية الجيارة بسبب الفساد المستشري داخل الأجهزة الأمنية. وقال النائب عبد الرحيم الشمري إن هذه الخروقات سببها قيام هؤلاء القادة الفاسدين بإطلاق سراح عناصر من داعش ممن اعتقلتهم القوات الأمنية لقاء مبالغ مالية. ندين العمل الإجرامي الذي حصل اليوم على أهلنا في ناحية القيارة، هذه المدينة مدينة الأبطال ومدينة الشهداء ومدينة الكرماء الذين وقفوا إلى أهلهم في عملية النزوح وكان لهم دور كبير. أنا سوف أتكلم بكل وضوح بما يجري في محافظة نينوى وفي الموصل لكي نضع النقاط على الحروف. هناك أجهزة أمنية في الموصل فاسدة بدرجة كبيرة جدا، وهناك عملية ابتزاز وعملية إخراج الدواعش بمبالغ
مبالغ مالية. كانوا أهل الموصل متعاونين جدا في بداية التحرير ويبلغون عن كل داعشي. اليوم أهالي نينوى عموما يخافون أن يعني يدلوا بمعلومة على داعشي خوفا من أن يخرج ثم ينتقم منهم. أنا كأني أرى الأمور قبل 2014، كانت الأمور قبل 2014 بهذه الطريقة. أقول للجميع لن نسكت على هذا الأمر. نينوى فيها أهلها لن يسمحوا، حتى وإن سمحت بعض الجهات الأمنية، هناك الاستخبارات فيها عدد كبير ومهول من المعتقلين، هناك قطاعات من الجيش لديها بعض الاستفزازات والمساومات. كثير من أهالي محافظة نينوى من تجار ومن مستثمرين تركوا المدينة وذهبوا إلى أربيل وإلى مكانات أخرى. نحن أكيد نطالب كل القيادات القادة العام للقوات المسلحة سواء القادم أو الموجود بأن يكون لهم دور حقيقي في رفع هذه المأساة وهذه المهزلة عن محافظة نينوى. كما أصيب 3 مدنيين بتفجير انتحاري وسط عملية الفلوجة في محافظة الأنبار. وأفر مصدر أمني أن انتحاريا يقود دراجة نارية مفخخة فجر نفسه وسط عملية الفلوجة، ما أسفر عن إصابة 3 مدنيين بجروح بليغة. للحديث عن تفجير ناحية القيارة جنوبي الموصل ينضم معنا عبر الأقمار الصناعية سيد نور الدين قبلان رئيس مجلس محافظة نينوى وكالة. سيد نور الدين أهلا بك. قيل اليوم بأن هذا التفجير ووراء هذا التفجير هو رسالة سياسية تزامنا مع تشكيل الحكومة، فكيف تقيمون الوضع الأمني المستجد حاليا في نينوى؟ ماكو صوت. ماكو صوت يعني. إذن سنعود بعد قليل لاستكمال هذا الاتصال والحديث مع السيد نور الدين قبلان. نذكر مشاهدينا بأنه سقط أكثر من 45 شهيدا وجريحا بانفجار سيارة مفخخة جنوبي مدينة الموصل، وذلك في أول خرق من نوعه تسجله المدينة بعد تحريرها من داعش. وقالت مصادر أمنية إن مجهولين وضعوا سيارة مفخخة داخل سوق ناحية القيارة، ما أدى لاستشهاد 6 أشخاص بينهم جنديان وإصابة 40 آخرين كانوا داخل السوق. فاصل ونعود. وهذا الطرح مع الشيعة والسنة المنضوين إلى الائتلافات الأخرى هي الحقيقة يعني دخول الطائفية السياسية مرة أخرى من الشباك، وليس حسب الادعاءات اللي سمعناها أنه عابرين للطائفية ومعابرين للطائفية. طلعت ماكو قصة عابرين للطائفية السياسية، فهذا احراج للاخ رئيس الوزراء، احراج واحراج كبير في ادائه وفي قدرته على اداره الامور، من ايضا يفاجئ بطروحات بهذه على هذه الشاكله. يا اخي تركون الاخ رئيس الوزراء هو يختار، وقدموا له اسماء، انتم قدموا له اسماء بغض النظر عن هذا شيعي وهذا سني، قدموا له اسماء من الكفاءات العراقيه اللي ممكن ان تساهم في بناء البلد. الحصاد مستمر من الشرقية نيوز. نعود إلى السيد نور الدين قبلان. إن كنت تسمعني حاليا، قيل اليوم بأن رسالة هذا التفجير في ناحية القيارة جنوبي الموصل هي رسالة سياسية بامتياز تزامنا مع تشكيل الحكومة العراقية، فكيف تقيمون الوضع؟ نعم، تحية لك أخي الكريم ولجميع مشاهدي قناة الشرقية. اليوم هذا الحادث هو الحادث الأول من نوعه في محافظة نينوى بعد عمليات التحرير. بالتأكيد أن هناك الكثير من الأسباب أدت إلى حدوث هذا الخرق الأمني. نحن لا نستطيع أن نعزي كل السبب الرئيسي بسبب الأمور السياسية التي تحصل حاليا في بغداد، ولكن نحن نقول أن هناك الكثير من الخلايا النائمة أو المجموعات الإرهابية متواجدة حاليا في الجنوب الغربي لمدينة الموصل وتحديدا
تحديدا في منطقة الجزيرة أو ما نسميها اليوم بالعامية في نينوى بجزيرة الحضر أو المساحات الممتدة من جنوب مدينة الحضر وإلى قضاءي سنجار والبعاج ومن ثم إلى الحدود السورية. هناك الكثير من الأسباب، قد تكون الأسباب السياسية إحدى هذه الأسباب، ولكن هناك النقص الموجود في القطاعات الأمنية والقطاعات العسكرية التي تمسك هذه المناطق هو قد يكون السبب الرئيسي. هناك الكثير من الخروقات الأمنية حدثت في الفترة الماضية وكانت قد تكون بدرجة أقل من هذا الخرق الأمني الأخير، ولكن لم يتداوله الإعلام بالشكل الذي تداوله الإعلام بهذا السيارة التي انفجرت في سوق ناحية القيارة. بالتالي نحن أيضا هناك أسباب أخرى، إذا سمحتم لي من خلال قناتكم الكريمة أن نوضح للعراقيين وأهالي محافظة نينوى تحديدا بأننا كحكومة محلية في محافظة نينوى الكثير من القرارات الأمنية التي تتخذ في مجلس محافظة نينوى لا يتم تنفيذها من قبل الجهات المعنية وخاصة في بغداد. بالتالي فإن النقص العددي الموجود في قواتنا الأمنية وخاصة الشرطة المحلية في محافظة نينوى نستطيع أن نقول هو أحد الأسباب الرئيسية. وكذلك قد تكون هناك عناصر غير منضبطة من الأجهزة الأمنية وحالات فردية تقوم بعمليات فساد مالي وبالتالي تنتج هذه الأمور. هذه الحادثة لم تأتي اعتباطا، كان هناك عمل استخباري قبل بضعة أيام تم تبليغ القطاعات الموجودة في منطقة القيارة بأن هناك استهداف لمدينة القيارة أو تحديدا السوق في القيارة. بالتالي نحن اليوم نطالب وزارة الداخلية وحتى القيادة العامة للقوات المسلحة، وإن شاء الله السيد دولة رئيس الوزراء المكلف بعد استلام الملف بالكامل أن يهتم بالملف الأمني في مدينة الموصل. طيب حتى لا نعود لنقطة الصفر، ويعني أنتم أدرى بما جرى بالموصل ولن أخوض بهذه التفاصيل. المحت إلى عناصر غير منضبطة، واليوم نواب يتهمون ويتحدثون مباشرة أن هناك فساد مستشري في الأجهزة الأمنية، هناك من قبض أموال مقابل إخراج عناصر من داعش من السجون. ما صحت هذه المعلومات وما آخر ما توصلتم إليه؟ لأننا هنا نتحدث عن مصيبة. نحن مثل ما تعلمون أن القضاء لا ولاية عليه، هناك أمور قضائية تتعلق بالقانون العراقي. بالتالي أن السادة القضاة عندما لم تكتمل لديهم الأوراق أو الأمور التي من الممكن أن يحكموا على أساسها، بالتالي يعود هذا الأمر إلى إطلاق السراح. نحن قد نقول بأن هناك قد يكون الأمور الأولية وهي لدى ضباط التحقيق. بالتالي عندما يكون لدينا نقص في الاستخبارات الموجودة في محافظة نينوى في جهاز الأمن الوطني وكذلك مديرية شرطة محافظة نينوى التي من المفروض أن يكون هناك 32 ألف عنصر واليوم نحن لدينا 14 ألف، والنقص الكبير في مسألة المعدات والأجهزة والأسلحة، كل هذه أسباب من الممكن أن نعزو إليها الخرق الأمني الذي شاهدناه اليوم. بالتالي أنا أقول بأن قد يكون هناك تقصير من الأجهزة الأمنية الموجودة في محافظة نينوى، ولكن عندما توكل مهمة لمحافظة مثل نينوى والتي أصابها ما أصابها طيلة الفترة الماضية، اليوم عندما نأتي وبعد عمليات التحرير وبعد هذه الدماء التي سالت من أجل تحرير هذه المدينة وهذه المحافظة الجريحة، يجب أن يكون هناك دعم استثنائي. وليس اليوم نحن كحكومة محلية لا نستطيع أن نأخذ حقوقنا من بغداد. بالتالي أن الحقوق المهضومة إن كان في المجال الأمني وحتى في المجال المدني. أنا أيضا أقول أن السادة النواب الجدد نواب محافظة نينوى الـ34 نائب اليوم يجب أن يعملوا بيد واحدة للمطالبة بحقوق أهالي محافظة نينوى وخاصة في المجال الأمني. كل هذه الأمور
نحن نستطيع أن نقول بأن لا نريد أن نعود إلى المربع الأول ولا نعود إن شاء الله، ولكن هذه الأمور سوف تعكر الصفو، وكذلك هناك سبب نستطيع أن نعتبره من الأسباب الأساسية والرئيسية. هناك اليوم بطالة كبيرة جدا في محافظة نينوى، 50% من شبابنا اليوم ليس لديهم عمل، ليست هناك إطلاق للدرجات الوظيفية، حرمنا لأربع سنوات من الدرجات الوظيفية، حرمنا من الدخول في الكليات العسكرية وكليات الشرطة، أبناؤنا اليوم محرومون في الانخراط في سلك الشرطة والاستخبارات والأمن وهذه الأجهزة التي هي من المفروض أن تلعب دورها، لأننا اليوم لسنا في حرب تقليدية، اليوم عمل يجب أن يكون عمل استخباري يعتمد على أجهزة من الممكن أن تكشف هذه العمليات وأن تكون هناك عمليات استباقية. بالتالي فنحن نطالب من بغداد إن كانت وزارة الداخلية والدفاع وجهاز الأمن الوطني وحتى مجلس الوزراء أو رئاسة الوزراء بأن تهتم بملف نينوى الأمني وأن تضع هذه الحلول في برنامجها في الأيام القادمة إن شاء الله. شكرا لكم رئيس مجلس محافظة نينوى وكالة نور الدين قبلا. سوف ينشط الدكتور عادل عبد المهدي إعلاميا بشكل دقيق لمصارحة الشعب ومصارحة الشارع بما يلاقيه من عراقيل، وأنا أعتقد إلى أنه أدرك جيدا ومن خلال التجربة العراقية من سنة 2003 إلى الآن أن الشارع العراقي له القدرة على تغيير المسارات. البرنامج الذي سوف يطرحه الأخ عادل عبد المهدي سوف يستقطب الشارع، وسوف تنظر الجماهير إلى المنهاج المطروح وكيفية التزام مجلس النواب والسلطة التنفيذية بهذا البرنامج. الحصاد مستمر من الشرقية نيوز. صراع محموم للحصول على مناصب في حكومة العراق الجديدة، وزارات تصبح لدى كتل وتمسي عند أخرى، والحسم داخل قبة البرلمان غدا الأربعاء. إذن انطلاقا من ذلك، كابينة عادل عبد المهدي الوزارية أمام التصويت، يعرض رئيس الوزراء العراقي المكلف إذن عادل عبد المهدي كابينته الوزارية أمام مجلس النواب العراقي غدا الأربعاء في تمام الساعة 8 مساء، وهو الموعد الذي حددته الدائرة الإعلامية للبرلمان بدلا عن الساعة 6 مساء. أمام كل ذلك تتضارب المعلومات والتقارير حول تشكيل الكابينة الوزارية الجديدة، حيث أظهرت الأيام الثلاثة الماضية بل والساعات القليلة الماضية أن الترشيحات تتغير في خلال ساعات، فما يعلن عنه صباحا يختلف بشأنه في الظهيرة، وما يتفق عليه عصرا يتبدل ليلا وسط صراع محموم وأحيانا مبتذل للحصول على المناصب الحكومية وللسيطرة على مقدرات الوزارات والهيئات للمرحلة المقبلة. وأظهرت صراعات الساعات الأربع والعشرين الماضية أن الأكراد متمسكون بمطلبهم للحصول على أربع وزارات واستعادة المناصب الأمنية التي كانت لهم قبل 2014. ويصمم الحزب الديمقراطي الكردستاني على أربع وزارات، ثلاث منها له والرابعة لحركة التغيير بدلا من الاتحاد الوطني، في حين يصمم الاتحاد الوطني على حقه بوزارة العدل التي رشح لها عضو مكتبه السياسي خالد الشواني. وبالعودة إلى الديمقراطية الكردستاني، فإن مطلبه الآخر هو وزارة المالية مشفوعة بصفة إضافية، هي نائب رئيس الوزراء ومن أقوى المرشحين لها وزير المالية والخارجية السابق هوشيار زيبر. أما ما يعرف بالوصف الطائفي غير المستحب طبعا العرب والسنة، فقد آلت وزارة التجارة إلى حركة الحل بزعامة جمال الكربولي. أما وزارة التخطيط فآلت إلى الحزب الإسلامي، وترشح لها الأمين العام للحزب إياد السمرائي وكذلك عادل صميدعي وهو أحد أعضاء الحزب الإسلامي في صلاح الدين، ولا يتمتع بدور قيادي في الحزب ولكنه أحد أدواته في الجانب الإعلامي، إضافة إلى عمله كعضو في مجلس المحافظة.
أما وزارة الزراعة فتجمع مصادر مطلعة على أنها ذهبت إلى أحد الكيانات المنضوية بتحالف الفتح أو التركمان بعد معلومات سابقة أشارت إلى أنها كانت قد آلت إلى حزب الجماهير الوطنية بزعامة أحمد لجبوري أبو مازن الذي رشح لها صالح لجبوري. أما وزارة التربية فآلت إلى المشروع العربي الذي يتزعمه خميس الخنجر ورشح لها صبا خير الدين الطائي من الموصل. وزارة الشباب والرياضة التي عقدت صفقة في الخفاء لأخذها مقابل التنازل عن منصب نائب رئيس الجمهورية، فما زالت الغالبية من النواب تطالب بالإبقاء على منصب نائب رئيس الجمهورية وعدم القبول بتعويض عنه في وزارة الرياضة والشباب. شيرين، أما الوزارات الأكثر إثارة في الصراع في مقدمتها وزارة النفط التي تراجعت فرص تيار الحكمة في الإتيان بوزير قريب منه مقابل تحسن فرص سائرون في الدفع بوزير أقرب إلى مواقفه. ومن المتوقع أن تكون هناك قوة ثالثة في الصراع الخفي على وزارة النفط. ومن أبرز المرشحين لشغل هذا المنصب الوكيل السابق للوزارة ورئيس هيئة المستشارين السابق ثامر الغضبان، وهو شخص غير متحزب ولا يحسب على أي اتجاه سياسي. أما الوزارة الأخرى التي اشتد الخلاف عليها فهي وزارة الداخلية، حيث أن أقوى المرشحين لشغلها رئيس الأمن الوطني ومستشاره فالح الفياض الذي يدعمه ائتلاف البناء وتتحفظ عليه كتلة سائرون إلى حد رفض قبوله. وزارة النقل وهي موضوع صراع آخر، فقد كانت موضع تنافس بين سائرون وعصائب أهل الحق، وعلى الرغم من أن تيار الحكمة أعلن عدم ترشيحه أحد لشغل أي منصب حكومي، إلا أن رئيس الوزراء المكلف عرض على التيار وزارة الموارد المائية، في حين أن التيار يريد أن يضمن إلى جانب ذلك الحصول على منصب أمين بغداد ويرشح له وزير الشباب والرياضة عبد الحسين عبطان. في هذه الأثناء يكاد يكون هناك إجماع على تولي قصي سهيل حقيبة التعليم العالي والبحث العلمي، في حين ستذهب وزارة العمل والشؤون الاجتماعية إلى مرشح البناء عن كتلة عصائب أهل الحق. أما وزارة الصحة فالمرشح لها حتى الآن هو علاء الدين عبد الصاحب العلوان، فيما يكاد أن يكون حزب الفضيلة هو الوحيد بين الأحزاب المعروفة الذي لم يحصل على منصب في الحكومة الجديدة. أما مناصب نواب رئيس الجمهورية فيتمسك العرب السنة والعرب الشيعة بحق شغل المنصبين مع الترحيب بفكرة نائب رئيس الجمهورية ثالث للمكونات الوطنية الأخرى خاصة التركمان. غير أن هذا الأمر تغير في الساعات الأخيرة أيضا عندما خرجت إحدى الوزارتين العرب السنة لتذهب إلى التركمان كتعويض عن خيار منح التركمان منصب نائب ثالث لرئيس الجمهورية هذه المرة. نتحدث الآن عن وزارة الخارجية، هذه الوزارة التي طرحت لها أسماء عدة أبرزها الشريف علي بن الحسين وهو سياسي عراقي مستقل وحظي بتأييد شعبي وسياسي واسع ولم تسجل عليه أي قضية فساد، ولذلك حظي بتأييد كبير وواسع على أمل أن يبدأ بمحاربة الفساد في وزارة الخارجية، إلى جانب ليث كبة الناطق السابق باسم حكومة إبراهيم الجعفري الذي يتمتع بدوره بدعم من المجلس الأعلى، وقد تكون لديه فرصة أكبر لشغل المنصب في الحكومة الجديدة بعد استبعاد فكرة تكليف سياسيين كبار لشغل هذا المنصب مثل حيدر العبادي وإياد علاوي اللذين يكتفيان في هذه المرحلة بقيادة تنظيماتهما السياسية. ولن نبتعد سعيد عن وزارة الخارجية، فقد ظهر في الساعات الأخيرة أيضا اسم محمد علي الحكيم، هو من كوادر الوزارة ولا يعد اختياره تحولا في مسار الدبلوماسية، وقد يستمر النهج الذي تسير عليه الوزارة أيضا حاليا. ومنذ التلميح لترشيح محمد علي الحكيم لوزارة الخارجية بدأت حملات على مواقع التواصل الاجتماعي ضده وضد سيرته في وزارة الخارجية، وتجمع معظم المصادر أيضا على أن حسم وزارة الخارجية يكاد أن يكون الأصعب والأكثر تعقيدا، وأن رئيس الوزراء المكلف عادل عبد المهدي قد يدخل البرلمان غدا بوزارة قد تخلو من أسماء وزراء الخارجية، الدفاع، الداخلية
والمالية. ننوه إلى هذا العجل شيرين، حيث شرقية نيوز ستعرض بعد قليل المنهاج الحكومي. إذن ننوه بأن القناة ستعرض بعد قليل البرنامج الحكومي الذي قدمه السيد عادل عبد المهدي، والذي نوه أحد الضيوف قبل قليل بأنه سيقرأ غدا في الجلسة البرلمانية الساعة 10:00. إذن ننتظر يوم غد، يوم التصويت على كابينة عادل عبد المهدي الوزارية وما سيتم بها ويجري من أجواء. الحصاد مستمر من الشرقية نيوز. ناقش برنامج بالحرف الواحد سيناريوهات جلسة التصويت على الكابينة أو سيناريوهات جلسة التصويت على الكابينة الوزارية الجديدة مع جمع توقيع أكثر من 120 نائبا ليكون التصويت عليها سريا وسط مخاوف قوى سياسية من انهيار الكابينة قبل ولادتها إذا مررت الأصوات عبر الصناديق المغلقة. لو غدا فما ندري بالاسماء وما كل برنامج وجتنا هالشكل قعدنا وقطفونا الاوراق فساتجه مع الذين يتجهون للتصويت السري. زين ما بالحق يا لما اضمن اصوت معناها انت رايحين للتصويت السري حتى توقعون الحكومه باكر. لا مو شرط اصوت للوزير اللي ارى بانه كفو، وهي مسؤوليه وطنيه ومسؤوليه قانونيه مو مسؤوليه شرعيه جيد مو مسؤوليه برلمانيه. ضمن هاي المسؤوليات انا اصوت الواحد ما اعرفه زين او اصوت الواحد فاسد او اصوت الواحد عذراً. قال لرئيس الكتله تعال صوت له عذرا ها عذرا مين خايف؟ ليش تتمتع بالشجاعه وترفع ايدك وتقول هذا ما اريد اصوت من لو رئيس الكتله قال لي انتخب فلان وانا قلت له اذا ضمننا ان رئيس البرلمان سيدير العمليه بشفافيه واضحه وبدون مصادره العدد وتحسب الاعداد واحد واحد سنكون جريئين ونرفع يدينا. باكر يوم عصيب في تاريخ عادل عبد المهدي. زين. وهذا يعني سبب هذه الصعوبه هو انه بعض الممارسات التي صدرت واستسلام السيد عادل لبعض هذه الممارسات دون ان يبدي اي رد فعل او دون ان يكون له موقف إيجابي بالقياس إلى الموقف السلبي اللي الآن اتخذه هو مثلا تحدث هو الأخوان الآن ويعني التسليم بما يفرض أحد الأطراف السياسية من شروط مصايا يعني على الحكومة من يفرض من شروط هذا لا يعني أنها تسري على بقية القوى السياسية. أنا اليوم ككتلة أقول إحنا نواب ما نريد نشترك بأن نكون وزراء، وإحنا ننطي الحق لرئيس الوزراء بأن يرشح على حصتنا من الوزارات. هذا لا يسري على بقية القوى السياسية. الخطأ اللي وقع به السيد عادل عبد المهدي أنه استسلم لهذه الاتفاقيات السياسية. مجلس النواب عبارة عن كتل سياسية، وبالنتيجة أنه السيد عادل عبد المهدي يعني مثل ما أسلفت أنه إجا من اتفاق كتل سياسية مو بعيد عن الأجواء السياسية. رئيس الجمهورية إجا من كتلة سياسية، رئيس البرلمان إجا من كتلة سياسية. أنا أقول شيء على السيد عادل عبد المهدي أن يتعامل مع الكتل السياسية ويبذل جهد عالي في سبيل إقناعها حتى نمضي بهذا مشروعنا، مشروع بناء الدولة، مشروع إعادة النازحين، مشروع إصلاح الملف الاقتصادي. إقناعها بشنو؟ ها؟ إقناعها بشنو؟ نحن تتعامل وياه، تتفاعل وياه. احنا كمجلس نواب كتل يعني كتل سياسيه بمجلس النواب، خلاص احنا ما دام مشت الامور بهذا الاتجاه يجي ويجيب القائمه مالته مال الوزاريه والمنهاج الوزاري عليه ان يرسله حتى لا تظل حجه ومبرر للاخرين، يدرسون البرنامج ويجي مو وتاخرت يومين ثلاثه ماكو مشكله. إذن الآن بعد الفقرات وبعد التعديلات المستجدة في المنهاج الحكومي الذي كما قال أحد الضيوف النواب بأنه سيقرأ يوم غد في الساعة 10:00 صباحا، من ضمن البنود التي جاءت ضمن هذا المنهاج استكمال بناء أسس الدولة الاتحادية الواحدة ونظامها الجمهوري النيابي الديمقراطي، أولا تفعيل الدستور نصا وروحا، العمل وفق الدستور نصا وروحا، واستكمال القوانين التي لم تشرع لحد الآن، الأولوية للمواطن والفقير
التقرير التعاون ومجلس القضاء الأعلى والمحكمة الاتحادية تطبيق الباب الرابع من الدستور نصا وروحا بما في ذلك اختصاص السلطات الاتحادية والحكومات المحلية. ثانيا باء ضمن فقرة باء تفعيل قوانين الوزارات أو تعديلها أو سن غيرها إصدار قانون الوزارات بالتعاون ومجلس النواب خلال 3 أشهر الأولى. ضمن الفقرة تاء إعادة هيكلة مجلس الوزراء ترشيق تشكيل مجلس الوزراء والأمانة العامة لمجلس الوزراء وتبسيط آليات العمل وحذف الأعمال والمناصب غير الضرورية أو دمجها. في الفقرة التالية ضمن فقرة ثاء تطوير أنظمة الحوكمة بشكل جذري يجب أن تكون الحوكمة الجيدة بديلا عن الإدارات البيروقراطية المتخلفة السابقة والابتعاد عن الوساطات. ضمن الفقرة جيم تقوية اللحمة الوطنية إعادة النظر بقانون الأحزاب والانتخابات بما يضمن عدالة النظام الانتخابي. ضمن الفقرة حاء التصدي بقوة لمنع سوء استخدام الحريات والإضرار بالحق العام وضمن ذلك التصدي بقوة لمنع سوء استخدام الحريات والشرعية ووسائل التواصل والإعلام لعودة النظم الدكتاتورية والإرهاب والكراهية والفتن. ثانيا ضمن نفس الفقرة سيادة النظام والقانون وتعزيز الأمن الداخلي والخارجي. بعد ذلك وضمن ما صدر ضمن هذه الفقرة تحديدا لا يمكن القبول لا بالدولة العميقة ولا بالدول ولا بالدويلات خارج الدولة. الشعب هو الجيش الحقيقي للبلاد. وبعد ذلك تأتي تباعا الفقرات محاربة الإرهاب. ضمن هذه الفقرة تأتي تكثيف الجهود الرامية لاستئصال خلايا الإرهاب وإلى منع عودته بأي عنوان أو شكل أو اسم. إذن مشاهدينا نستمر في عرض البرنامج الحكومي الذي سيعرضه غدا عادل عبد المهدي أمام الكتل السياسية. عرضنا لكم بعض أهم النقاط في استكمال بناء أسس الدولة الاتحادية ونظامها الجمهوري. وسنعرض عليكم أيضا بعض الأولويات التي حددت ب 27 أولوية للوزارات. فرض القانون، يشير هذا البرنامج الحكومي إلى البدء بتأسيس قوة أمنية قضائية قادرة على ضبط النظام العام وتنفيذ القوانين من خلال إعادة هيكلة قوات التدخل السريع الاتحادية وتدريبها أيضا على الشؤون القانونية والمدنية. في فقرة مكافحة الفساد والهدر العام، معالجة جذور الفساد، وهي فقرة طبعا لطالما تم الحديث عنها وينتظر الكثير سماع تفاصيل رؤية الحكومة والبرنامج الحكومي بصددها. معالجة جذور الفساد بتنشيف منابعه من خلال مراجعة منظومة القوانين والأنظمة والتعليمات، ملاحقة الفاسدين والتضييق عليهم بكافة السبل المشروعة وكشفهم مهما كانت مواقعهم، وضع معايير وتفعيل قوانين وأنظمة عمل نافذة للوصول إلى مواصفات ومقاييس أيضا واضحة لوصف جميع العقود والأعمال والخرائط والسياقات وغيرها بما يتناسب مع المعايير المعمول بها في أغلب دول العالم، وعدم ترك الأمور للاجتهادات أو الفوضى أو الابتزاز أو الفساد. أيضا تمكين مجلس النواب ودوائر الرقابة والنزاهة والمحاسبة من القيام بواجباتها وفق معايير واضحة، ووضع جدول زمني لإنهاء كل أشكال الفوضى واستزار وزير متنمي لا يعني امتلاك حزبه للوزارة، وكذلك لا يعني تعيين المناصرين والمتحزبين أيضا. سعيد، إذن نتابع فيما يتعلق بالقوات العراقية المسلحة، إبعاد القوات المسلحة العراقية عن مراكز المدن، وأن دخول المدن لن يكون إلا بسبب طارئ وخطير وموافقة القائد العام للقوات المسلحة. ننتقل ضمن الفقرة 24 ما يتعلق بوزارة الخارجية، تعزيز دور العراق كعنصر فاعل في مؤسسة الأمم المتحدة والجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي، إلى جانب بنود عديدة تتعلق بتقديم رؤية متكاملة لاستثمار طاقات العراقيين من مغتربين ومقيمين في الخارج. بعد ذلك يأتي أهمية الاستثمار ضمن هذا المنهاج الحكومي، الاستثمار الأمثل للطاقة والموارد المائية، ويندرج ضمن هذه الفقرة أهم التزامات الوزارات في بداية تشكيل الحكومة. لتحقيق هذه الرؤية والأهداف الاستراتيجية تلتزم الوزارات المعنية بتنفيذ الإجراءات التالية ضمن المدد المحددة أدناه، وتتعهد بتطوير خطط تفصيلية
وبجداول زمنية ومؤشرات أداء واضحة قابلة للقياس وإلى نشرها خلال أول 100 يوم من عمر الحكومة. ثم نأتي على الوزارة المهمة هي وزارة النفط، ويأتي ضمن بنود هذه الفقرة وهذا الموضوع الاستمرار في تطوير الطاقات الانتاجية للنفط الخام والتعجيل في تطوير وتوسيع طاقة منظومة الخزن والنقل والتحميل في المنطقة الجنوبية ومشروع حقن الماء من أجل زيادة طاقة الانتاج والتصدير والاستدامة. نعم، نستمر إذن مشاهدينا في عرض مسودة تفاصيل البرامج الوزارات التي ستعرض أيضا ضمن البرنامج الحكومي. حددت 27 أولوية في هذا المحور ضمن إطار التنمية المستدامة والخدمات الاجتماعية. سأبدأ سعيد بعرض هذه الأولويات. الأولوية رقم 1 وهي إنشاء مجمعات ومدن سكنية للفئات الفقيرة وذوي الدخل المحدود. 2 تحقيق مستوى معيشي أفضل للمواطنين من خلال تنفيذ الوثيقة الوطنية للسياسات السكانية. تطوير خدمات طب الطوارئ في المستشفيات، تحسين أيضا خدمات الإسعاف الفوري. الأولوية الرابعة هي توفير بيئة تعليمية ومدرسية سليمة وفق المعايير الدولية وتركيز على المشمولين بوزارة التربية. 5 مواكبة التطورات التكنولوجية في قطاع التعليم. 6 اعتماد نظام الضمان الصحي بتغطية شاملة وتأمين تمويل صحي مستدام. دعم المشاريع المدرة للدخل لتشغيل العاطلين. الارتقاء بالبحث العلمي والتطوير والابتكار التكنولوجي. إنشاء صناديق وصندوق سيادي لتنمية الشباب في كافة المجالات. تطهير الأراضي من الألغام والمخلفات الحربية على الصعيد البيولوجي. حماية التنوع وإنشاء المحميات الطبيعية. صحيا، تحسين جودة الرعاية والخدمات الطبية المقدمة للمواطنين. تنفيذ السياسة الوطنية للشباب والمحافظة على أموال القاصرين وتنميتها من خلال استثمار الرشيد والارتقاء بالمؤسسة الإصلاحية ومراعاة أيضا سعيد حقوق الإنسان. ننتقل إلى وزارة الكهرباء. قطاع الإنتاج فيها العمل فورا لاتخاذ كل التدابير اللازمة لتخفيف وطأة نقص الكهرباء. البدء فورا ببناء القدرات الكهربائية. تنفيذ خطة شاملة ومتكاملة لزيادة طاقة الإنتاج. متابعة العقود المعدة. الاهتمام بالطاقة البديلة والنظيفة فيما يتعلق بقطاع نقل القدرة. إكمال نواقص نقل القدرة الكهربائية بالتواكب مع التطور الذي يحصل في منظومة الإنتاج. ثم نأتي بعد ذلك إلى وزارة الموارد المائية. إعادة النظر بالسياسة المائية للعراق والحرص على مفاوضة الدول المتشاطئة لحماية حقوق العراق. تقوية الاقتصاد. تعزيز مبدأ صنع القرار في العراق ومشاريع بأيد عراقية وتقليل الاستيراد عبر سياسات بدائل الاستيراد. أهم التزامات الوزارات في بداية تشكيل الحكومة لتحقيق إذن هذه الرؤية والأهداف الاستراتيجية. تلتزم كما ذكرنا قبل قليل هذه الوزارات المعنية بتنفيذ الإجراءات التالية التي جئنا على ذكر بعضها خلال أول يوم من عمر الحكومة. وزارة المالية. إعادة النظر بفلسفة الموازنة العامة للبلاد وتحويل هذه الموازنة من متوالية عددية إلى أرقام تقابلها أهداف تنموية. الانتقال إلى الحوكمة الإلكترونية. الانتقال من فلسفة أن الاقتصاد هو مجرد تعظيم موارد الخزينة والحصول على القطع الأجنبي إلى أن الاقتصاد هو أولا تعظيم الموارد الوطنية. اعتماد الجباية. تطوير النظام المصرفي وجملة أمور تتعلق بالمصارف المحلية. نعم شيرين. يعني سعيد، سأستمر أيضا في عرض هذه الأولويات بالنسبة لبرامج الوزارات بشكل عام. إنجاز التعداد العام للسكان والمساكن 2020. تعزيز دور العراق ومواكبة أهل دول العالم في المجال الفكري، في المجال الثقافي، الفني. حماية وتحسين عناصر البيئة الرئيسية والإدارة السليمة للمواد الكيماوية والنفايات الخطرة. الحد من الأثار أيضا السلبية للتغيرات المناخية. توفير مفردات البطاقة التموينية لمستحقاتها وتحسين نوعيتها. توسيع الطاقة الاستيعابية لمراكز رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة. تعزيز منظومة العلاقات الثقافية والعلمية مع المؤسسات الأكاديمية. وأيضا
توفير الأدوية، توفير المستلزمات الطبية من مناشئ رصينة وضمان استدامتها مع التركيز على الأدوية المنقذة للحياة والسرطانية وتوفيرها بالأسواق، عن يعني موضوع الهجرة، تأمين عودة العقول المهاجرة، تعزيز التواصل معهم واستثمار قدراتهم في التنمية الوطنية، وأخيرا ضمن هذه الأولويات في برامج الوزارات تمكين المرأة العراقية وتعزيز في مشاركتها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. ضمن المنهاج الحكومي أيضا أمور تتعلق بوزارة الزراعة، العمل جديا على التخلص من مفهوم الأراضي الأميرية الموروث من النظم العثمانية السابقة، توسيع تجربة القرى العصرية من خلال توفير القروض الميسرة للمزارعين في عموم العراق. ما يتعلق بوزارة التجارة، دراسة وضع البطاقة التموينية ودراسة المفردات الخاصة بها والشرائح الأساسية المستفيدة منها بما يحسن من نوعية المواد ومنع أي فساد أو هدر وتقليل الاعتماد على الخارج لتوفير العديد من مفرداتها، منع ازدواج الرسوم على التجار لغرض الابتزاز، التكامل مع ديوان الرقابة، فتح نافذة إلكترونية تقاطب الشركات المنتجة التي يتم الاستيراد منها للعراق، وزارة الصناعة تحويل الأصول الجامدة إلى أصول متحركة، دعم الصناعة الحربية أو دعم الصناعة الحربية، تقديم دراسة لعدد المصانع الصغيرة والمتوسطة والكبيرة، توحيد شروط وامتيازات مديرية التنمية الصناعية، منح الأراضي للأغراض الصناعية مجانا أو بأسعار رمزية، فتح الباب للاستثمار الخارجي في مجال الصناعات التحويلية والصناعات الثقيلة. نتحدث الآن عن محور الأعمار والبنية التحتية، أيضا هذا البرنامج يتحدث يعني تفاصيل كثيرة نتيجة التوقيت بعد الحروب، يعني دحر داعش، ويشير إلى الإهمال الكبير الذي حصل في البنية التحتية لدرجة أن بعضها بحسب وصف البرنامج سعيد أصبح خارج مواصفات العصر الحديث، فالمستشفيات، الطرق والجسور، مياه الشرب، خدمات الصرف الصحي، يعني جميعها أصبحت عبئا على الدولة والمجتمع ولم يوفر أي بديل مناسب لها، يجعل برنامج الحكومي الأعمار ومشاريع البنية التحتية تحديدا في أعلى وأول الاهتمامات، وستكون مشاريع المياه الصالحة للاستخدام البشري طبعا على خلفية أزمة البصرة وما جرى من تظاهرات وتفاقم يعني ملف المياه تحديدا في البصرة. ويجب أن هذا الموضوع يقول أنه يعني موضوع المياه الصالحة للشرب يجب أن لا يتعدى السنة الأولى من عمر الحكومة، يجب أن يتم إنجاز مشاريع فيه وتوفير الأبنية، المستشفيات، الطرق، الموانئ وغيرها من وسائل ومستلزمات الحياة الضرورية. نتحدث الآن عن وزارة العمل ضمن المنهاج الحكومي، تطوير قاعدة بيانات دقيقة عن العراقيين أو العوائل التي تعيش تحت خط الفقر، الخدمات والتنمية البشرية المجتمعية لتحقيق هذه الرؤية والأهداف الاستراتيجية. على ما يبدو هناك شيرين تنويه بين فقرة وأخرى ضمن هذا المنهاج بأن عملية الالتزام من قبل الوزارات يجب أن تتم خلال أول 100 يوم من عمر الحكومة. هناك تجديد على هذه النقطة بين الفقرة والأخرى. ما يتعلق بوزارة التخطيط، إعادة النظر بدراسة الجدوى الاقتصادية والفنية والاجتماعية حسب موضوع ألف المشاريع الاستثمارية. ما يتعلق بوزارة التربية، الاستمرار بتطوير المناهج، القيام بدورات التطوير أو دورات التطوير، تشجيع القطاع الخاص لبناء المدارس، تستمر وزارة التربية بإنجاز المدارس بمعدلات يشترك فيها القطاع العام والخاص. وزارة التعليم العالي، اعتبار دخول الجامعات العراقية من التصنيفات العالمية، اعتماد توأمة حقيقية للجامعات، تقدم الوزارة الخطط لخفض الترهل وإشاعة الأجواء الأكاديمية، التشجيع على تأسيس الجامعات وتشجيع الاستثمار. وقبل أن أنتقل إليك شيرين، نلمح إلى موضوع وزارة الصحة المباشرة فورا بتقييم الوضع الصحي والأمن الصحي في العراق، تعزيز النظام الصحي العراقي عن طريق التصدي لمواطن الضعف. بما أنه سعيد يعني كل هذه النقاط التي نتحدث عنها لا تتم إلا بتوافق سياسي بين الأحزاب، بين الكتل، ضمن هذا البرنامج نلاحظ وجود فقرة كبيرة تتحدث عن الاتفاق السياسي وتقول
يعني مما لا شك فيه أنه عدد من الصعوبات تحول دون تحقيق بعض التشريعات والبرامج، لذلك وجب الاتفاق بين الكتل السياسية في هذه المرحلة المهمة من تاريخ العراق ومعالجة المشاكل التي يعاني منها البلد، ليثبتوا أي الكتل السياسية بأنها ملتزمة بتحقيق المصالح العليا وأن تكون فوق المصالح الذاتية، وأن هذا الاتفاق السياسي سيتيح للحكومة اتخاذ التدابير والإجراءات لمعالجة التحديات وإنشاء مؤسسات الدولة، تحفيز الاستثمار، الاقتصاد، التصدي لمعاناة بعض الفئات، وترسيخ طبعا سيادة القانون وحقوق الإنسان. ما يتعلق بوزارة النقل، إنجاز ميناء العراق الكبير، إكمال أعمال ومتطلبات المطارات، زيادة الاعتماد على السكك الحديدية، إكمال طريق المرور السريع الحالي، إنجاز المسار المصمم لطريق المرور السريع، تحويل شركة الخطوط الجوية العراقية إلى شركة رابحة بمعدل مثيلاتها الأجنبية، وزارة الإعمار والإسكان والبلديات ما يتعلق بهذه الوزارة، بناء مصانع تدوير النفايات، التقاعد والتعاقد بأسرع وقت مع إحدى الشركات العالمية، وجملة أمور أخرى، وزارة الثقافة، تحويل الأصول الجامدة كالمسارح والأبنية الأخرى إلى أصول متحركة رابحة، تشجيع حركة السياحة. نأتي الآن إلى وزارة الهجرة، دراسة وإنجاز وتطبيق قاعدة بيانات لجميع العراقيين الذين يعيشون خارج البلاد، متابعة شؤون العراقيين المهاجرين خارج العراق، وزارة الاتصالات، تشريع قانون للرقابة الإلكترونية وتأمين متطلبات الأمن، وطرح الجيل الرابع من الهاتف النقال 4G، وزارة الشباب والرياضة، وضع الإجراءات العملية لتحصين الشباب العراقي ومساعدة الشباب لاكتشاف الكفاءات المختلفة، والتفكير بإعادة بناء هيكلية تنظيمية حديثة تؤمن للحركة الرياضية ولنتائجها الديمومة المستمرة. سعيد، سأعرض أنا يعني برنامج لوزارة الدفاع تحديدا، هناك العديد من الجداول التي يعني تظهر الوزارة المعنية وتحدد تاريخ بدء البرنامج وتاريخ الانتهاء. يظهر لنا هنا واحدة من أحد الوزارات السيادية المهمة، وزارة الدفاع، وهي الوزارة المعنية في هذا البرنامج، تتحدث الأولوية عن تعزيز وتطوير قدرات الجيش العراقي وتجهيزه بأحدث الأسلحة والمعدات، كلها يعني ضمن السياقات العسكرية اللوجستية. تاريخ البدء بهذا المشروع هو مرقم ب 1/7/2017، ويجب أن يكون الإنجاز حتى 1/7/2022. تفاهم مع وكالات الأمم المتحدة، لابد من تعزيز قدرات الجيش العراقي، إنشاء مستشفى عام للقوات المسلحة، وإكمال متطلبات قيادة القوات الأمنية، إعادة تأهيل أبنية للمجمعات العسكرية، وإكمال متطلبات أيضا دائرة التدريب والمديريات العامة. إذن وقبل إعداد هذا المنهاج الحكومي كانت هناك مسودة أو مقدمة حول طريقة إعداد تفاصيل برامج الوزارات، تقول بأن البرنامج الحكومي هو خارطة الطريق للحكومة والوثيقة الرسمية التي تعبر عن توجهات والسياسات العامة للبلاد، ويحدد ضمن هذا المنهاج الأولويات في ضوء المحددات السياسية والاقتصادية والمالية والاجتماعية، وبعد الزمن الذي يحدد عمرها بدورة تمتد إلى 4 سنوات مقبلة، ويأتي تنفيذا للمادة الدستورية 76 التي أوجبت على رئيس مجلس الوزراء المكلف أن يعرض المنهاج الوزاري وأسماء أعضاء حكومته على البرلمان للتصويت عليها ونيل الثقة. ضمن أيضا البرامج نتحدث الآن عن وزارة الخارجية، ويعني المعنيات بها وزارة الخارجية ضمن مسودة لتفاصيل برامج الوزارات تحديدا، تأسيس شركات استراتيجية مع المحيط الدولي على أسس المصالح وتعزيز مكانة العراق، ترسيخ سيادة العراق وأمنه، تاريخ البدء 2019 الإنجاز حتى 2022، تعزيز المواقع الدولية الإقليمية،
تقوية العلاقات العربية، تقديم الخدمات للرعاية العراقيين في الخارج، الإصلاح الإداري، حفظ حقوق الإنسان، جميعها ترخت في 2019 ومطلوب إنجاز هذه البرامج حتى 2022، الحصول على عضوية منظمات إقليمية ودولية، تكثيف تبادل الزيارات الرسمية، تعزيز كوادر البعثات وإقامة دورات تدريبية أيضا لموظفين وزارة الخارجية. إذن شكلت لجنة عليا في الأمانة العامة لمجلس الوزراء ولجان فرعية في الوزارات لإعداد وثيقة يؤمل أن تكتمل من خلال مبادرة هذا المنهاج ومن خلال المبادرات المجتمعية لدعم إعداد البرنامج الحكومي وتعزيزه برؤية قطاعات المجتمع الأخرى من منظمات مجتمع مدني وأهل شرين وخبراء أيضا في هذا المجال، متخصصين ومؤسسات أكاديمية ومراكز دراسات، تأكيدا وترسيخا لمبدأ التوسع بالمشاركة المجتمعية في صنع السياسات العامة وفي اتخاذ القرار الحكومي الأمثل أيضا بالضرورة. ضمن برامج الوزارات، وزارة الداخلية تطوير منظومة العمل الاستخباراتي والأمني، جمع وتقديم معلومات استخباراتية عاجلة ومهمة حول موضوع تهريب النفط ومشتقاته. وزارة الاتصالات، تطوير المنظومة الأمنية في مجال الاتصالات والحماية الإلكترونية، تحسين وتوسيع وتأمين الاتصالات. لوزارة الداخلية، تفعيل عمل شرطة حماية الأسرة وشرطة الأحداث والعنف الأسري الاتجار بالبشر، ترسيخ الهوية الوطنية، تعزيز المشاركة المجتمعية، حماية حقوق الإنسان لتحقيق الأمن والاستقرار. لوزارة الخارجية، توقيع اتفاقيات أمنية، كل هذه المهام يعني تُرخت كما أشرت ب 2019، توقيع اتفاقيات أمنية مع دول الجوار، تنويع الشراكات الاستراتيجية، تسوية القضايا العالقة، وعقد مذكرات تفاهم لحل قضايا البيئة وكذلك المياه والطاقة، والاستمرار بالمفاوضات مع دول الجوار لحل المشاكل وعقد المذكرات. على ما يبدو أيضا هناك مضامين متداخلة ضمن هذا المنهاج الحكومي، كما ذكرت أيضا شددوا خلال هذا المنهاج على تحقيق أهداف ومحصلات خطة تنمية وطنية أو استراتيجية للأمن الوطني، ووضعت لهذا الموضوع نسبة مئوية معالجة مشكلة أو قضية تحقيق مطالب المواطنين وتلبية الاحتياجات المختلفة للشعب العراقي، تعظيم إيرادات الدولة وتقليل العبء على الموازنة المالية العامة، خلق فرص عمل لتشغيل الشباب، إكمال إنجاز مشاريع مهمة وذات أثر على المواطنين، ونسبة الإنجاز حددها المنهاج بأنها يجب أن تفوق 80% هذه المرة ضمن هذا التقرير، توفير موارد مالية وبشرية ومعلومات متعلقة بكل ما ذكر سابقا، وأن يحظى هذا المنهاج بمقبولية اجتماعية وشعبية، مساهمة في إعادة النازحين وأعمار المناطق المحررة، ومساهمة في توفير بنية تحتية ذات كفاءة. نعم، أيضا سعيد بالأرقام وبالنسب كما أشرت، نتحدث عن يعني وزارة الداخلية وهي الوزارة المعنية من جديد بهذه المسودة، يعني برامج ومشاريع أولويات من طبعا تعزيز وتطوير قدرات تشكيلات القطاع الأمني والداخلي. تحت هذا البند يندرج يعني مثلا إنشاء ملحقات حدودية، تبليط الطرق، تاريخ البدء 2018 وهناك بعض التواريخ 2014، تاريخ الإنجاز كلها حتى 2022 وهناك بعض المهام المطلوبة حتى 2020. بالنسبة لتبليط الطرق الحدودية وإنشاء الملحقات، نسب الإنجاز هي 0%، ويعني المطلوب والقيمة والنسبة المستهدفة 100%، وتبليط حوالي 300 كيلو متر. إنشاء مقرات ألوية للشرطة الاتحادية، البدء ب 2019، لا يوجد يعني نسب لمقامة لهذا المشروع، ولكن النسبة المستهدفة أيضا حوالي 100%. تعزيز قدرة قطاعات وزارة الداخلية، تم وضع هذا البرنامج منذ 2014، النسب المنجزة 16%، والقيمة المستهدفة حتى عام 2022 هي 50%. إنشاء طبعا بناية لمديريات الشرطة، منذ 2011 تم إنجاز حوالي 70%، يعني بما أنه هناك العديد من المشاريع التي دائما توضع ولا تنجز، فهذا البرنامج الحكومي يحاول وضع يعني التاريخ، نسبة الإنجاز والنسبة المطلوبة حتى 2022، نهاية عمر الحكومة.
الحكومة هذه تأمين منظومة لمكافحة ظاهرة التفشي وتعاطي وتجارة المخدرات؟ لا يوجد يعني أي تفاصيل عن هذه النقطة تحديدا، وهي تعلم سعيد يعني كما هي نقطة مهمة والعديد من النواب أثاروها وبحاجة أيضا تفاصيل توضع في هذا الموضوع تحديدا. كل ذلك سيقرأ إذن في جلسة الغد، وطبعا سيناقش على ما يبدو بأن هذه المحاور، وعلى الرغم من كثرة عددها وما يتعلق بالوزارات، تعتبر كما قال هذا المنهاج هي خارطة طريق ضمن هيكل تنظيمي مقترح للبرنامج الحكومي، صمم تراتبيا على أن تنبثق عن المحاور هذه المقترحة أولويات تمثل التوجهات الاستراتيجية للحكومة المقبلة وتعبر عن رؤيتها وفلسفتها لإدارة الدولة، وتترجم هذه الأولويات إلى برامج ومشاريع تعمل على تنفيذها الوزارات والقطاع الخاص وفعاليات المجتمع المختلفة من خلال خطط وبرامج ومشاريع محددة تحقق غايات ومستهدفات البرنامج الحكومي، مع التأكيد على أن تكون تلك الأهداف والمستهدفات أن يحقق منها كمية كبيرة في القياس، وبعد ذلك تأتي عملية مراقبة التنفيذ من قبل الجهات الرقابية. أيضا يعني يختم هذا البرنامج يعني فقرته بأن نجاح الحكومة مرهون بفعالية وكفاءة الأجهزة التنفيذية في ضوء هذه القاعدة، وكذلك تطوير أداء الأجهزة الحكومية ومؤسساتها وتقديم خدماتها للمواطنين وفق المعايير المطلوبة وتلبية احتياجاتهم وتوقعاتهم بمستوى يتناسب مع استحقاقاتهم، وكذلك رغم الصعوبات التي تكتنف تنفيذ السياسات الإصلاحية في المجالات كافة يوضع هذا البرنامج، ولدينا الإرادة على أن نجعل مدخلا للتغيير وخدمة العراقيين منطلقا من رفع الكفاءة وأداء الأجهزة الحكومية. هذا البرنامج يوضع اليوم أمامنا. نعم، وأشير أن صحيفة الزمان ستقوم بنشر أيضا كافة التفاصيل المتعلقة ب يعني هذا البرنامج وبالمسودة. اليوم يوضع هذا البرنامج والإجابة ستكون عليه في الغد في الأربع سنوات المقبلة. اليوم أيضا سعيد عرضنا عليكم يعني معلومات وأسماء عن الوزارات المقبلة، وغدا في تمام الساعة 8 مساء ستكون الإجابة عن كل هذه الأسماء وسيكون الحسم عن كل هذه الملفات. على ما يبدو أيضا ضمن هذا المنهاج الحكومي قدم بداية آية قرآنية تمهيدا لهذا المنهاج، وذلك ضمن كلمة السيد عادل عبد المهدي، حيث قال السيد رئيس ونواب رئيس مجلس النواب الموقر: السادة والسيدات أعضاء مجلس النواب، أشكر لكم حضوركم ودعمكم وإسنادكم، وأتقدم مع فريق الوزاري بمنهاج الحكومة المقبل. تركز هذه الوثيقة على رسم رؤية محددة لعمل الوزارة بدءا من عام 2018 وانتهاء بعام 2022 وما بعد ذلك، ووضع منهاج وزاري واضح يحدد الأولويات الوطنية والمجتمعية لتلبية أهم المتطلبات الاستراتيجية والآنية التي يحتاجها المواطن والوطن، وإن هذا المنهاج يمثل الإطار العام الذي سيفصل وفقه البرنامج الحكومي بين خططه المحددة لكل وزارة وبين جداوله الزمنية ومؤشرات أدائه وأدوات قياسها والمستهدفات من ذلك، وحوكمة عمليات التخطيط والتنفيذ والمتابعة وصولا لتحقيق الأهداف المرسومة. وقد تمت الإشارة إلى المدد الزمنية المحددة لكل عنصر من عناصر هذا المنهاج بسريع، ويعني كلمة سريع مصطلح سريع، من 3 إلى 6 أشهر، ومتوسط يعني من 7 أشهر إلى 18 شهرا، وطويل من 19 شهرا إلى 48 شهرا أو أكثر. إذن على ما يبدو هناك تحديد لعملية التزام كل وزارة بعملية التنفيذ، وسيطلب من الوزارات في الجلسة الأولى لمجلس الوزراء الجديد دراسة البيانات بشكل سريع ودقيق وعملي لتحديد المدد الزمنية بدقة
أكبر. وقد تمت الاستفادة من مسودة البرنامج الحكومي المعدة من قبل الأمانة العامة لمجلس الوزراء والمطورة بالتعاون مع الوزارات المعنية. ولا يسعنا في الختام إلا أن نشكر المرجعية الدينية العليا وأن نشكر شعبنا العظيم وبقية المقامات الدينية والمدنية. أيضا نذكر مشاهدينا من جديد أن نص كلمة عادل عبد المهدي كاملا سيتم نشره في صحيفة الزمان غدا. طبعا في نص هذه الكلمة التي قرأها سعيد يقول أن النقاط المطروحة في المنهاج الحكومي لا تشمل جميع الأمور بل تعكس إشارات سريعة لمنهاج الوزارة والفلسفة المطروحة لنيل ثقة مجلس النواب، أملين أن تتقدم الحكومة ببرنامج مفصل أيضا منسجم مع هذا المنهج الوزاري المطروح في الوزارات المختلفة في الأيام المئة يوم الأولى من عمر الحكومة وتلتزم بتطبيقه وتحاسب بموجبه أيضا خلال العهد الوزاري. نؤكد أي عادل عبد المهدي أننا لن نتساهل مع أي عملية غير قانونية جرت عند تشكيل الحكومة أو بعد تشكيلها لنيل الموقع أو الغرض لاستغلالها لغير الخدمة العامة، وإننا ننوي عدم السفر خارج البلاد قبل التأكد من إنجاز المراحل الأولى للمهام السريعة للمنهاج على الأقل، كما ننوي الحضور في ميادين العمل والمحافظات المختلفة لنشارك أبناء شعبنا الأفراح والأتراح وهمومهم ومشاكلهم وحماسهم ونشاطهم. والله ولي التوفيق. عادل عبد المهدي رئيس مجلس الوزراء تشرين الأول 2018. شيرين، هناك ملاحظة في غاية الأهمية في هذا المنهاج الحكومي، حيث ورد في هذا المنهاج بأنه أثبتت التجربة في السنوات الماضية ضرورة وأهمية وجود التوافق السياسي لإنجاح عمل الحكومة، إذ أن تحقق هذا الشرط يسهل من إصدار القوانين والتشريعات التي تمكن الجهات التنفيذية من أداء ما عليها من مهام ووظائف وأيضا مسؤوليات، وترفع المعوقات وتقلل من التحديات التي تعيق أي عمل تنموي يقدم خدمة تصب في صالح المواطن. كما أن التوافق السياسي يبعث برسائل إيجابية للمستثمرين في دخول قطاع الاستثمار الواعد في العراق، ويشجع الجهات الدولية في مد يد العون والمساعدة. إذن هذا المنهاج الحكومي كما ذكرت زميلتي قبل قليل سيعرض كاملا ضمن جريدة الزمان، ونذكر بأن كل ما يأتي ضمن إطار جلسة البرلمان يوم غد للتصويت على كابينة عادل عبد المهدي الوزارية هو متغير وقابل في أي لحظة إلى أي جديد. فصل. احنا مطلوب من عندنا ان نمنح ثقه، ان نعرف بهذه الاسماء وخلفيه هذه الاسماء، والا انا شخصيا اتجه مع التصويت السري. الدستور ما تحدث ولا النظام الداخلي ما تحدث عن الآلية كيف تجري، لكنه العرف السائد خلال الدورات الماضية واللي جرى أنه برفع الأيدي. بعض الأخوة نواب المحور وبحدود الأربعين نائب الآن هم قادة مسألة التصويت السري. قلت لي أبو جهاد ومنو بعد ذولا إذا هم خلي أخذ الوزراء من عندهم يخلص بعد ويصوتوا له. لا أخذ من يريد من عندي أنا أصوت لكون أدري، يريد من عندي يكون أدري. هل معنى هذا أن دولة القانون باكر ما تصوت للسيد عادل عبد المهدي؟ لا، إحنا حسب الترشيح. ليش ما تدري يعني المرشحين مالتك منو؟ ليش ما تدري المرشحين؟ كل حزب سياسي وكل كتله سياسيه خلت مرشحين يعني. تفاوضت نعم، احنا كمحور ست وزارات لنا، قدمنا كل وزاره خمس مرشحين على السيد عادل عبد المهدي، وعطيناه الحريه والمساحه الكافيه ان يختار منها او لا. هل من المعقول انا اقول ما اعرف؟ المعلومه المؤكده انه السيد رئيس الوزراء المكلف ابلغ قبل قليل مجموعه من الاشخاص انه باكر الساعه 6 هو في مجلس النواب شايل الكابينه الوزاريه. الحصاد مستمر من الشرقيه نيوز. نذكر مشاهدينا مرة أخيرة بالخبر الأبرز بالمعلومات التي تتوارد إلينا والمتغيرة في كل لحظة في كل ساعة ودقيقة، حيث يعرض رئيس الوزراء العراقي المكلف عادل عبد المهدي كابينته الوزارية أمام مجلس النواب غدا الأربعاء في تمام 8 مساء، وهو الموعد الذي حددته الدائرة الإعلامية للبرلمان بدلا من 6 مساء. حتى الآن
تتضارب المعلومات، تتضارب التقارير حول تشكيلة الكابينة الوزارية الجديدة، حيث أظهرت الأيام الثلاثة الماضية بل والساعات القليلة الماضية أن الترشيحات تتغير في الساعات فيما يعلن عنه صباحا يختلف بشأنه في الظهيرة، وما يتفق عليه عصرا يتبدل ليلا وسط صراع محموم وأحيانا مبتذل للحصول على المناصب الحكومية والسيطرة على مقدرات الوزارات والهيئات للمرحلة المقبلة. وأثارت صراعات الساعات 24 الماضية أن الأكراد متمسكون بمطلبهم للحصول على 4 وزارات واستعادة المناصب الأمنية التي كانت لهم قبل 2014، ويصمم الحزب الديمقراطي الكردستاني بالمقابل على 4 وزارات، 3 منها له والرابعة لحركة التغيير بدلا من الاتحاد الوطني، في حين يصمم الاتحاد الوطني على حقه بوزارة العدل التي رشح لها عضو مكتبه السياسي خالد شواني. وبالعودة إلى الديمقراطي الكردستاني، فإن مطلبه الآخر هو وزارة المالية مشفوعة بصفة إضافية هي نائب رئيس الوزراء، ومن أقوى المرشحين لها هو وزير المالية والخارجية السابق هوشيار زيباري، وكذلك رئيس ديوان رئاسة إقليم كردستان فؤاد حسين. أما وزارة الهجرة المخصصة أيضا للحزب الديمقراطي الكردستاني، فإن المرشحة لشغل هذه الوزارة هي فيان دخيل. أما ما يعرف بالوصف الطائفي غير المستحب، العرب السنة، فقد آلت وزارة التجارة إلى حركة الحل بزعامة جمال الكربولي. أما وزارة التخطيط فآلت للحزب الإسلامي وترشح لها الأمين العام للحزب إياد السامورائي وكذلك عادل الصميدعي، وهو أحد أعضاء الحزب الإسلامي في صلاح الدين ولا يتمتع بدور قيادي في الحزب، ولكنه أحد أدواته في الجانب الإعلامي إضافة إلى عمله كعضو في مجلس المحافظة. أما وزارة الزراعة فتجمع مصادر مطلعة على أنها ذهبت لأحد الكيانات المنضوية بتحالف الفتح أو التركمان بعد معلومات سابقة أشارت إلى أنها كانت قد آلت إلى حزب الجماهير الوطنية بزعامة أحمد الجبوري أبو مازن الذي رشح لها صالح الجبوري. نتوقف الآن عند وزارة التربية، فآلت إلى المشروع العربي الذي يتزعمه خميس الخنجر ورشح لها صبا خير الدين الطائي من الموصل. وزارة الشباب والرياضة التي عقدت صفقة في الخفاء لأخذها مقابل التنازل عن منصب نائب رئيس الجمهورية، فيما زالت الغالبية من النواب تطالب بالإبقاء على منصب نائب رئيس الجمهورية وبعدم القبول بتعويض عنه في وزارة الرياضة والشباب. أما الوزارات الأكثر إثارة في الصراع في مقدمتها وزارة النفط التي تراجعت فرص التيار الحكمة في إتيان بوزير قريب منه مقابل تحسن فرص سائرون في الدفع بوزير أقرب إلى مواقفه. من المتوقع أن تكون هناك قوة ثالثة أيضا في الصراع الخفي على وزارة النفط، ومن أبرز المرشحين لشغلها الوكيل السابق للوزارة ورئيس هيئة المستشارين السابق ثامر الغضبان، وهو شخص غير متحزب ولا يحسب على أي اتجاه سياسي. أما الوزارة الأخرى التي اشتد الخلاف عليها فهي وزارة الداخلية، حيث أن أقوى المرشحين لشغلها هو رئيس الأمن الوطني ومستشارها فالح الفياض الذي يدعمه ائتلاف البناء وتتحفظ عليه كتلة سائرون إلى حد رفض قبوله. أما وزارة النقل وهي موضوع صراع آخر، فقد كانت موضع تنافس بين سائرون وعصائب أهل الحق، وعلى الرغم من أن تيار الحكمة أعلن عدم ترشيحه أحدا لشغل أي منصب حكومي، إلا أن رئيس الوزراء المكلف عرض على التيار وزارة الموارد المائية، في حين أن التيار يريد أن يضمن إلى جانب ذلك الحصول على منصب أمين بغداد ويرشح له وزير الشباب والرياضة عبد الحسين عبطان. في هذه الأثناء يكاد يكون هناك إجماع على تولي قصي السهيل حقيبة التعليم العالي والبحث العملي، في حين ستذهب وزارة العمل والشؤون الاجتماعية إلى مرشح البناء عن كتلة عصائب أهل الحق. أما وزارة الصحة فالمرشح لها حتى الآن هو علاء الدين عبد الصاحب العلوان، فيما يكاد أن يكون حزب الفضيلة هو الوحيد بين الأحزاب المعروفة الذي لم يحصل على منصب في الحكومة الجديدة حتى الآن. أما مناصب نواب رئيس الجمهورية فيتمسك العرب والسنة والعرب أيضا الشيعة بحق شغل المنصبين، مع الترحيب بفكرة نائب رئيس جمهورية ثالث للمكونات
الديانات الوطنية الأخرى وخاصة نحدد هنا التركمان، غير أن هذا الأمر تغير في الساعات الأخيرة عندما خرجت إحدى الوزارات من العرب السنة لتذهب إلى التركمان كتعويض عن خيار منح التركمان منصب نائب ثالث لرئيس الجمهورية. أما وزارة الخارجية التي طرحت لها أسماء عدة أبرزها الشريف علي بن الحسين وهو سياسي عراقي مستقل وحظي بتأييد شعبي وسياسي واسع ولم تسجل عليه أي قضية فساد، ولذلك حظي بتأييد كبير وواسع على أمل أن يبدأ بمحاربة الفساد في وزارة الخارجية، إلى جانب ليث كبة الناطق السابق باسم حكومة إبراهيم الجعفري والذي يتمتع بدعم من المجلس الأعلى وقد تكون لديه فرصة أكبر لشغل المنصب في الحكومة الجديدة بعد استبعاد فكرة تكليف سياسيين كبار لشغل هذا المنصب كحيدر العبادي وإياد علاوي اللذين يكتفيان في هذه المرحلة بقيادة التنظيمات السياسية. لا نبتعد عن وزارة الخارجية، فقد ظهر في الساعات الأخيرة اسمه محمد عبد الحكيم وهو من كوادر الوزارة ولا يعد اختياره تحولا في مسار الدبلوماسية، وقد يستمر النهج الذي تسير عليه الوزارة حاليا. ومنذ التلميح لترشيح محمد عبد الحكيم لوزارة الخارجية بدأت حملات على مواقع التواصل ضده وضد سيرته في وزارة الخارجية، وتجمع معظم المصادر على أن حسم وزارة الخارجية يكاد أن يكون الأصعب والأكثر تعقيدا، وأن رئيس الوزراء المكلف عادل عبد المهدي قد يدخل البرلمان غدا بوزارة قد تخلو من أسماء وزراء الخارجية والدفاع والداخلية والمالية. إذن مشاهدينا، جلسة التصويت على كابينة عادل عبد المهدي الوزارية غدا، هل ستكون شيرين الحكومة كاملة أم منقوصة بدون مالية وخارجية ودفاع وداخلية؟ التصويت سري من عدمه، هل ستشكل مخالفة دستورية؟ غدا قريب طرحنا كل هذه المعلومات والتساؤلات، وكما ذكرت سعيد الإجابة ستأتينا غدا. شكرا لكل من تابعنا، انتهى هذا الحصاد، إلى اللقاء.